مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، مساء الخير وأهلا بحضراتكم. لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات الأهلي الليلة. خلونا في البداية نتكلم، وقبل ما ننتقل للتفاصيل الكثيرة المصاحبة لليوم أو الليلة الحزينة في عالم الرياضة وكرة القدم المصرية اللي قضيناها جميعا مع الخروج غير المتوقع بل والمهين لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم من نهائيات كأس الأمم الأفريقية أمام منتخب جنوب أفريقيا. طبعا مع احترامي للجهد المبذول من المنتخب المنافس وتفوقه علينا المستحق في هذه المباراة، إلا أننا بكل الحسابات والمقاييس والأرقام واسم اللاعبين وقيمتهم السوقية وعامل الأرض والجمهور وكل شيء، كانت المفروض أن احنا عندنا الحظوظ الأوفر في هذه المباراة، وكان عندنا كل العوامل اللي ممكن تؤدي إلى الفوز والاستمرار بقوة في المنافسة. ولكن سننتقل إلى أسباب هذا العرض الهزيل بل العروض الهزيلة اللي كان بيغطي عليها الفوز ودعمنا لمنتخبنا ورغبتنا في استمرار منتخبنا كجزء أصيل من نجاح البطولة اللي بنتمناه إن شاء الله، لأن البطولة لسه باقية ومستمرة على أرضنا. وده ملف مهم جدا كمان هنتكلم عنه النهاردة، إن عايزين نحاول نفصل بين هذا الشكل غير اللائق اللي ظهر بيه منتخبنا وشغل الجهاز الفني وجهاز المنتخب والمسؤولين في اتحاد الكرة وكل شيء، اللي الآراء بتجمع حاليا على إنه لم يكن في هذه الأسماء من هو محل ثقة أو على قدر الثقة والعطاء الممنوح لهم من الدولة وكل العوامل اللي تم توفيرها من أجل نجاح المنتخب والجهاز الفني واتحاد الكرة على كافة المستويات إداريا وفنيا. لسه عندنا الجانب التنظيمي، الدولة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة اللي بنمر بيها وحضراتكم عارفينها جميعا وكل شيء متعلق بخطوات أو قرارات الإصلاح الاقتصادي، لكن الدولة قالت أنها ستنفق بسخاء على كرة القدم وعلى الرياضة. تجهيز الملاعب تم بأفضل شكل، تنظيم الأمور الإلكترونية والرقمية في البطولة، التحضير، الجهود الأمنية، كل شيء إن شاء الله ده يستمر وثماره تكون في استمرار نجاح البطولة إداريا وتنظيميا، لأن ده له أبعاد كثيرة جدا. عشان كده الدولة لهذه الأبعاد وأسبابها نستعرضها بعد قليل مع حضراتكم. كانت الدولة بتقول أنها ستنفق بسخاء على هذه البطولة، فيها دور للدعاية السياحية لمصر والدعاية عن استقرار مصر الأمني والتحسن في المؤشرات الأمنية اللي بيزيد الحمد لله يوم عن يوم، فضلا عن إدراك الدولة والمسؤولين فيها أن كرة القدم من الأمور الرئيسية اللي بتسعد الجمهور المصري والمواطن المصري. عشان كده كان في تركيز كبير جدا على توفير كل عوامل النجاح لهذه البطولة. إن شاء الله نقدر نفصل بشكل أو آخر بين هذا الإخفاق الكبير والمتكرر لاتحاد الكرة وللجهاز الفني ولمنتخبنا الوطني الأول مع بعض الاستثناءات، يعني الحقيقة بس لكل مجتهد النصيب. الناس كلها على الفيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي خرجت بتشكر جهد كل من محمد الشناوي وطارق حامد، ولم يشر أحد إلى أي تقصير من النجمين، طبعا حارس المرمى المتألق ونجم النادي الأهلي محمد الشناوي ولاعب الوسط المتألق ونجم نادي الزمالك طارق حامد، الكل قال لهم على كل مواقع التواصل الاجتماعي انتوا بره أي نقد وبره أي زعل أو غضب من الجماهير، لأنكم أديتوا ما عليكم وظهرتوا بمستوى فني لا يقل بل ويزيد عن مستواكم مع أنديتكم في الدوري الممتاز. في عوامل خاصة بالحضور الجماهيري، نتمنى يبقى في إدراك لأهمية البطولة دي وأهمية نجاحها إن شاء الله حتى آخر يوم فيها، رغم الحسابات الفنية طبعا اللي اتلخبطت كتير بخروج منتخبنا في هذه المرحلة المبكرة جدا، أول مرحلة من مراحل مباريات النوك أوت أو مباريات الكؤوس في هذه البطولة دور ال 16. نتكلم شوية عن بعض العوامل الخاصة بكيف ينفق المال على كرة القدم. عندما توفر الدولة كل شيء بتوفر كل شيء وبتقول احنا بندي كل عوامل النجاح وبنصرف بأفضل شكل ممكن، حفل الافتتاح وتنظيمه ونقله وبثه فضائيا كل شيء كان بشكل العالم كله أشاد بيه، مش بس كانت الإشادة محلية أو من داخل مصر. ده كان عشان إن شاء الله يعني كنا نتمنى في البداية إنه يبقى الكل مدرك لمسؤوليته ويكون أهل ثقة ويكون على قدر هذا الجهد الكبير المبذول من كل أجهزة الدولة على مستوى الرياضة والأجهزة المسؤولة عن الأمن والتنظيم ووسائل الإعلام والصحافة اللي دعمت منتخبنا واتحاد الكرة المصري بلا حدود، لكن للأسف لم يكونوا على مستوى المسؤولية وعلى مستوى هذا الجهد المبذول من كل الجهات اللي تضافرت جهودها من أجل نجاح هذه البطولة. وإن شاء الله يستمر نجاح البطولة وفي إشادة من الجميع بالتنظيم وكل القائمين على فريق العمل الخاص بترتيبات البطولة ونجاحها إداريا إن شاء الله وأمنيا وإلى آخر هذه الحسابات. هنتكلم شوية وهنسمع آراء كتيرة خبراء مسؤولين في إدارات الأندية المصرية وفي الأجهزة الفنية، وهنبدأ بالمهندس محمد فرج عامر وهو طبعا غني عن التعريف رئيس مجلس إدارة نادي سموحة وواحد من كبار المحبين للرياضة وكرة القدم المصرية والمستثمرين والداعمين لهذا القطاع. مهندس فرج عامر مساء الخير وأهلا بحضرتك معنا على قناة الأهلي. أهلا وسهلا يا أستاذ محمد، أهلا بحضرتك. مهندس فرج عامر يعني بداية كيف ترى ما حدث بالأمس، شكل منتخبنا في المباراة بل في المباريات الماضية وخروجه ونودع البطولة في دور ال 16 أمام منتخب جنوب أفريقيا؟ أولا اللي حصل بالأمس ده شيء متوقع، مش متوقع ده متأكد، ده شيء متأكد إنه هيحصل. يعني أي طفل بيتابع كرة القدم المصرية
وشاف احنا عملنا ايه في كاس العالم، وشاف احنا ادينا ازاي وخدنا صفر في كاس العالم، وشايف ازاي الاتحاد الكرة سوق لنا والوصول لكاس العالم، علما بان عدد الدول الافريقيه اصبحوا 5، يعني هو ما عملوش حاجه، ما فيش اضافه، ما فيش اي شيء. فطبعا فاحنا رحنا كاس العالم، لما رحنا كاس العالم أسوأ نتيجه عملتها دوله هي مصر. طبعا انا مش فرحان لكده، ده شيء ألمي جدا، لكن انا حتى قبل كاس العالم كنت متوقع. بعدين حضرتك اجيري ده التعاقد معاه جريمه، اجيري ده يعني احنا ما لقيناش الا مدرب متهم في قضيه تلاعب في نتائج ومسألة القضية منظورة أمام المحاكم الرياضية وفي أروقة الفيفا، وبعدين راح جاب مساعدين له واحد بتاع مدرب أطفال، حتى مش مدرب كرة الأطفال، والتاني مش عارف بيشتغل إيه، ملوش علاقة بكرة القدم. فإزاي اتحاد الكرة يتعاقد مع واحد بالمستوى ده وبالأخلاق دي؟ وبكام يا باشمهندس كمان التعاقد معاه وبكام؟ يعني بعيدا حتى عن ضعف وفقر مستواه الفني، انت جايب واحد متهم في جريمه بشعه عقوبتها الشد، وجايب واحد اللي معاه بتوع مراجيح، مش بقلل، ده جريمه اللي تعاقد مع جيري ده، يعني مجرم في حق الرياضه المصريه الكره. انا ما بتشفاش في حد، انا بقول وقائع. بعدين تعالى حضرتك، انت عندك مسابقات ناشئين، هل مصر طلعت لاعب ولا اثنين ولا ثلاثه لعبوا في المنتخب؟ انت عندك ثلاثه او اربعه في المنتخب سن 34 سنه، يعني معنى ذلك 100 مليون واحد، الاهالي كلها حريصه ان اولادها يلعبوا كوره، اللي ابنه بيذاكر يقول له يا ابني اقفل الكتب وانزل العب كوره، ما تضيعش مستقبلك. هل نضبت مصر؟ فالاختيارات في دائرة محدودة جدا، فقتل الطموح لدى اللاعبين، قتل الطموح، غياب العدالة الرياضية. طب عايز بس استوقف حضرتك في نقطة مهمة قوي، هل حضرتك كمان راضي عن الاختيارات ولا مع الآراء اختيارات اللاعبين بصرف النظر عن متوسط الأعمار؟ لأن في ناس قالت في لاعبين خارج المنتخب كانوا يستحقوا يكونوا موجودين وكانوا هيبقوا إضافة. الموضوع كله جريمة محبوكة، وهم نفسهم كانوا عارفين ان نهايتهم هتكون في البطوله دي، للاسف هم كانوا عارفين ان نهايتهم هتكون، لان حضرتك السنه اللي فاتت لما طلعوا انت قلنا لما هتستخدم نفس الناس، وراحوا جابوا المساعدين بتوعهم كلهم المدانين، وقال لي انا بطالب بيه ان الاتحاد يتطهر من كل اطرافه، مش مجلس ادارته بس، مساعدينه واسنابه والفريق اللي كان بيعمل معاه كله، لان حضرتك دي جريمه مرتكب كامله الاركان. الحكايه مش ان في ناس احسن، الحكايه ان حضرتك اكتر من كده بكتير. احنا ترتيبنا وصل الكام؟ احنا تقريبا بقينا اكتر من 70 على العالم، بعد ما كنا التاسع في يوم من الايام وال11 وقت قريب على العالم. وبعدين حضرتك متقسمه العمليه متقسمه زي التورته، كل واحد واخد حته وبيعمل فيها اللي هو عايز يعمله، ولا حضرتك تشوف حد. وبعدين بص، نظام متعدد المستويات يحدفوك من واحد لواحد، ودخلنا في مهازل تحكيمية، دخلنا في مهازل تنظيمية، كنا مش عارفين ننظم مباراة الناشئين، مش عارفين ننظم دوري، ما نعرفش امتى يبدا وامتى ينتهي. مهندس فرج عامر، عايز اسال حضرتك عن امر مهم الكل بيتكلم عنه على مواقع التواصل الاجتماعي من لحظه نهايه المباراه وخروجنا في دور 16 امام جنوب افريقيا. هل حضرتك شايف ان الفتره الجايه محتاجه نوع من المراجعه الماليه للميزانيات والحسابات؟ كوبر قبل وبعد منتخب مصر اجره ايه؟ طبعا. اجيري قبل وبعد منتخب مصر هيكون عرضه القادم طبعا. ايه؟ طبعا طبعا حضرتك، ده مهم جدا 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 المراجعه الماليه والاداريه لكل تصرفات اتحاد الكوره، كل حاجة، حتى حضرتك تركيبة الاتحاد تدخل مراكز الشباب مع الاحترام ليها فوق دماغنا، ما ينفعش ان انا نادي شباب بس بلعب درجة رابعة يبقى صوتي زي الاهلي والزمالك والاندية اللي بتلعب في الممتاز، ما ينفعش. نظام الانتخابات نفسه، نظام انتخابات اتحاد الكورة، العالم لا يدار بذلك، العالم الكورة لا تدار بذلك. دي عملية زي ما بتقول سيادتك، دي تركيبة عنقودية، شبكة عقودية كانت بتدير كرة القدم في مصر.
طيب احنا سمعنا اراء بعد كاس العالم والاخفاق اللي حضرتك اشرت اليه. انا اتكلمت، انا كنت رئيس لجنه الشباب والرياضه واتكلمت واثرت المواضيع دي كلها وقلت ان يجب ان يرحلوا وان ده فشل وانه 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 وانا 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 لما لقيت السكه ضلمه وان هم قاعدين ومثبتين انا يعني بقيت سبت لجنه الشباب والرياضه ورحت لجنه الصناعه وانا رئيس لجنه الصناعه، لان بيني وبينك ما كنتش راضي ابدا عما يحدث. قبل كده جم اتحاد الكوره في مجلس النواب وحصل هجوم من النواب كلهم، ما حدش قدر يرد، وكبار المسؤولين رئيس الاتحاد بقى يجري في بقى يجري. انا قصدي يا باشمهندس قبل التعاقد مع اجيري خرج علينا بعض السادة المسؤولين في اتحاد الكرة بعد الإخفاق الكبير والشكل اللي ظهرنا عليه ورصيد الصفر من النقاط اللي رجعنا بيه من نهائيات كأس العالم، وقالوا يعني احنا وصلنا للنهائيات وكوبر عمل اللي عليه والكلام الغريب اللي اتقال في الوقت ده. الناس سألتهم ليه ما يكونش مدرب مصري الفترة اللي جاية، كل اللي حققوا معانا نجاحات كانوا مدربين أو مدراء فنيين مصريين. قالوا لنا لا الفترة الجاية ما يتناسبش المدرب المصري والاختيار الفترة الجاية مدرب أجنبي. هل عند حضرتك أي تفسير لعقدة الخواجة وعدم الاستعانة بالكفاءات المصرية اللي هي بقيمة أقل ماليا وأعلى كتير فنيا؟ انا عايز اقول لحضرتك حاجه. طبعا انا بحترم طبعا كل المدربين المصريين، بحترم كل الناس. حضرتك يعني انا لما اكون مسؤول في اتحاد من حقي اجيب مدرب مصري، من حقي اجيب مدرب اجنبي، بس يكون حاسن السمعه، حاسن، مش يكون متهم في قضيه اخلاقيه مشينه. يبيع اجيب مصري، اجيب اجنبي، اجيب اي حاجه، بس مش يكون، مش هسيب العالم كله واروح انقي واحد متهم في قضيه تلاعب بنتائج ورايح جايب ناس بتاعت مراجيح واحد بتاع اللي هو مدارس الاطفال ومش في الكوره، تربيه بدنيه. مين اللي وافق على الكلام ده؟ ومين اللي وافق على المساعدين؟ ومين 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 اللي وافق؟ انا ومين اللي وافق على صرف المبالغ دي للناس دي؟ مين؟ ايه التحرك المتوقع من مجلس النواب المصري يا باشمهندس وحضرتك سواء داخل او خارج لجنه الشباب والرياضه بما لك من باع في عالم الرياضه وكره القدم؟ ايه مقترحك القادم بعد ما حدث بالامس وهذا الاخفاق الكبير لمنتخبنا في البطوله الافريقيه؟ ايه اللي ممكن تتقدم بيه لمجلس النواب؟ هو بص هقول لحضرتك ان يكون في جبهه انقاذ لكره القدم المصريه. جبهه انقاذ تجيب الناس اللي نجحت. انا شايف ان حسام الكابتن حسام عبد المنعم هو احسن من ادار اتحاد الكره في اخر 20 سنه او 25 سنه. مش عايزه كلام، اللي عمل طفره واللي كان رجل يعني مثال في الاداره في كره القدم ده، بص بالنتائج، هو اللي راح جاب الجهاز بتاع الكابتن حسن شحاته واخد رسالتك، وهو اللي وضع الاسس، وللاسس مشينا عليها وكسبنا 3 بطولات افريقيه. وبعدين برضو انا هقول لحضرتك شيء خطير مهم جدا، منظومه الكوره محتاجه تتعاد من الاول. انت ما عندكش 11 لاعب يشرفوا مصر لما يلعبوا في ضوء الناس، الاختيارات اللي كانت موجوده، الاختيارات اللي كانت موجوده، اللعيبه اللي عندنا مستواهم ما يتناسبش مع البطوله الافريقيه. ده مش رأيي أنا بس، مفهوم، ده رأي كل المحللين وكل الخبراء. آراء كتيرة جدا شفتها وتابعتها بتتفق مع اللي حضرتك قلته، ده آراء كتيرة جدا. هل تتوقع أن هيكون في مساءلات أو مجلس النواب سيكون له دور في المساءلات والمراجعات لمنظومة الكرة في مصر وما فعله اتحاد الكرة في الفترة اللي فاتت؟ بحكم قانون الرياضة الجديد مجلس النواب ما يقدرش أن هو يتدخل إلا بتشكيل لجنة تقصي حقائق تكتشف مخالفات مالية وإدارية من فلوس حصل فيها تصرفات يعني مش مظبوط، لكن كنواحي فنية الأمر مطلوب طبعا. أكيد طبعا، حضرتك عارف إن في حماية طبعا من الفيفا والاتحادات الدولية واللجنات واللجان الأولمبية لهذا الكلام. بتمنع التدخلات الحكومية طبعا. تمنع، لكن الوضع اللي وصلت إليه كرة القدم ده مش أخطاء فنية بس، دي جرائم في كل اتجاه للأسف. جرائم، شوف سيادتك، جرائم. يعني كرة القدم ارتكب في حق المصرية، ارتكب في حقها أبشع جرائم، لأن حضرتك أسأت أول حاجة الجمهور المصري ده كله، المباريات كلها كانت متباعة، عيشت الناس في حلم سلبته منهم ومصر كانت قادره على تحقيق هذا الحلم. طبعا يعني طبعا. حضرتك لو كنت جبت 11 لاعب ناشئ كانوا ادوا افضل من الناس اللي ادت في الملعب. صحيح. الحاجه الثانيه، انت لما حصلت عندك معدله اخلاقيه سواء قبل او بعد، تنازلت
تنازلت عن أبسط حاجة وهو النظام العام، الالتزام بالأخلاق، الالتزام تنازلت عن كل شيء في مقابل لا شيء. ففاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. أنا بشكر حضرتك على الكلام المهم ده. طبعا مهندس فرج عامر، عضو مجلس النواب المصري ورئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة معنا في الحوار، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن كل القائمين على أمور الرياضة في مصر بما يتماشى مع ويتفق ولا يخالف على الإطلاق اللوائح والمعايير الدولية اللي حضرتك أشرت إليها، وإحنا المفروض أننا جزء منها ولا ننفصل عنها على الإطلاق، يكون في آليات للمراجعة والمحاسبة والوقوف على أسباب الأخطاء اللي اتكررت منذ التأهل لنهائيات كأس العالم وما حدث هناك فنيا وإداريا وتنظيميا وصولا إلى هذا الشكل الهزيل اللي ظهر به منتخبنا، والذي لا يليق لا بقدرات مصر ولا تاريخها ولا رصيدها من البطولات ولا حتى بعض الأسماء اللي موجودة النهاردة البطولة فيها ثلاثة بكل المقاييس هم خارج الحسابات، وهم النجوم يعني في الصف الأول، هم نجوم الصف الأول لهذه البطولة، منهم لاعب من نجوم منتخبنا الوطني محمد صلاح مع رياض محرز من الجزائر مع ساديو ماني من السنغال. المنتخب الوحيد اللي خرج وهو بيمتلك ورقة من هذه الأوراق الرابحة اللي هم الأعلى في القيمة السوقية والأشهر عالميا والأعلى فنيا في البطولة على الإطلاق هو منتخبنا الوطني، اللي بيتميز عن المنتخبين الجزائري والسنغالي بعامل الأرض والجمهور والتنظيم ودعم الدولة، أجهزة ومسؤولين وإعلام وصحافة. كل الحاجات دي بتخلينا نتساءل تساؤلات بتزيد يوم بعد يوم، ازاي ما كانش في ادراك لحجم المسؤوليه المطلوبه والملقاه على عاتق الجهاز الفني واللاعبين، سواء في عمليه البرايسنج للتقييم والتعاقد والرواتب وعدم المحاباه او انه ما يكونش في اي مجاملات او وساطات في الاختيارات الفنيه. اعتقد الشارع المصري كله كان بيسال عن لاعبين، مع احترامه للخبرات الفنيه ولدور الجهاز الفني، الكل كان بيتكلم عن اسماء من اكتر من نادي، عمرو السولية، عبد الله جمعه، محمد هاني، صالح جمعه، رمضان صبحي، كهربا، والبقيه تاتي، والكل كان بيقول لابد ان تكون دكه البدلاء على مستوى من هو في الملعب، لانها اوراق بتغير من ايقاع اي مباراه. ما ينفعش منتخب باسمه وتاريخه وقدرات منتخب مصر ما يبقاش عنده اوراق بديله ممكن تسند او تغير من مجريات اي لقاء زي ما شفنا للاسف في البطوله. خلونا نسمع راي الناقد الرياضي الكبير الاستاذ جمال الزهيري. مساء الخير يا استاذ جمال. مساء الخير، ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا بحضرتك، اهلا بحضرتك، سعداء بمشاركتك معانا. حابب تقول ايه في البدايه استاذ جمال؟ كلنا طبعا يعني في حاله غضب وحزن ورفض لما حدث، بالتاكيد عايز اعرف وجهه نظر حضرتك. استاذ محمد، يعني طبعا هو اللي حصل ده انا بعتقد ان هو كارثه، مش حكايه الخروج من البطوله او عدم مواصله المشاركه في البطوله، لا، ما سبق هذا الامر من وده اللي انا عايز اركز عليه، سيبك من النواحي الفنيه دلوقتي، انا بتكلم على سلوكيات اتحاد الكره من A to Z، يعني من الف للياء، من ايام كاس عالم روسيا، المخالفات الشديده اللي حصلت في معسكر المنتخب في روسيا والمولد اللي كان هناك بلا اي مبرر والتسيب الاداري، الى ان وصلنا الى ما حدث في المعسكر هنا في بطولة الأمم الأفريقية. النهاردة ما بقاش اتحاد الكرة هو رقم واحد، احنا كنا دايما نقول اتحاد الكرة حتى على مستوى الكرة المصرية ليس هو الذي يستطيع أن يفرض رأيه على أحد، اتحاد الكرة لا يستطيع أن يفرض رأيه على المدير الفني وعلى اللاعبين. النهاردة اللاعيبة اللي احنا شفناهم في الفترة الأخيرة في أزمة اللاعب عمرو وردة، لما رئيس الاتحاد شخصيا المهندس هاني ابو ريده بصفته المشرف على المنتخب ورئيس الاتحاد يطلع قرار باستبعاد لاعب ايا كان وزنه ايا كان اسمه من المعسكر لاسباب لن نتحدث عنها الان، يعني مش ده الهدف دلوقتي، لكن لما يحصل ان لعيبه يتفقوا مع بعض على انهم يغيروا هذا القرار ويفرضوه على رئيس اتحاد الكوره ورئيس اتحاد الكره يستجيب، وبعدين خلاص قلنا يستجيب ويفضل في المعسكر اللاعب ويتم اخفائه بقى يخلوه على جنب، لا، يجي بعد كده اجيري وكانه اراد ان يختم مشواره وان يختم مشوار اتحاد الكره بفضيحه ان هو يلاعب هذا اللاعب او يشركه في المباراه الاخيره اللي خرجنا منها. اللي انا عايز اقوله يا استاذ محمد انه المعادلة داخل اتحاد الكرة مختلة، اللعيبة أقوى من الاتحاد، المدير الفني في تسيب شديد في الناحية حضرتك الإدارية. بتتكلم عن نواحي انضباطية وإدارية وتنظيمية ليس فقط فنية. أنا على فكرة دي أهم من الكرة، يعني الكرة نقدر نتكلم فيها
ممكن نختلف، ولا اعتقد ان الدولة المصرية غاضبة من خروج المنتخب فقط، لا اكيد هناك اجهزة تتابع هذه التصرفات وهذه السلوكيات، وفي اخطاء كتيرة. وزي ما قال المهندس محمد فرج عامر، اول القصيدة كفر، لما يتم التعاقد مع خافيير أجيري وكأنه المدرب الوحيد اللي موجود قدامنا على مستوى العالم، ويبعته حازم إمام يتفاوض في أوروبا مع مدربين، ثم يفاجئوه بأنهم اختاروا أجيري رغم أنه إحدى الدول الآسيوية الكبرى، أعتقد اليابان أو الصين مش متذكر، عندما علمت بأن هذا المدرب مشتبه به، مش هقول متورط، مشتبه به في قضية تلاعب في المباريات في النتائج، يستبعدوه بعد ما تعاقدوا معاه وإحنا نجري ونتعاقد معاه، ولما يسأل اتحاد الكرة في هذا الأمر يرد علينا يقول لنا ده قضية يا عم لسه قدام المحاكم ولما تبقى تحسم. يعني ده في حد ذاته أن أنت ترضى بأن يكون هناك هذه التجاوزات داخل المنظومة الرياضية. يعني أنا عايز أفتكر هنا الجملة أو الزيارة اللي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنتخب في تدريبه، قال للعيبة إيه؟ قال لهم أنا ما يهمنيش تكسبوا ولا ما تكسبوش، هي ماتشات هتخلص، المهم الصورة اللي احنا هنسيبها إيه بعد كده. اللاعب ده بيعطي مثل، فما بالك إذا كان اللاعبين بيرتكبوا هذه الأخطاء بعلم اتحاد الكرة، واتحاد الكرة بيرتكب أخطاء أكبر. أستاذ محمد برضو عايز أقولك حاجة، مسألة الجمع، مسألة الجمع اللي هو تضارب المصالح، أن يكون أعضاء مجلس إدارة الاتحاد كلهم بموافقة هاني بوريدة، إن هو يقول لهم يعني روحوا بقى كل واحد يمسك له برنامجين، اتنين في التلفزيون على اتنين في الراديو، ومشوا حالكوا، وبعدين يبقى خصم وحكم، علما بأن هذا الأمر تنهى عنه جميع اللوائح والنظم الرياضية على المستوى العالمي. أنا أعلم، لأن ده اسمه في العالم كله يا أستاذ جمال تضارب أو تداخل مصالح، اسمه conflict of interest، بس المشكلة أنه ما يجرمه أو يمنعه يفترض أن يكون القانون المصري نفسه، يعني يفترض أن القانون هو اللي يشمل هذه الأمور. لا، القانون المصري أكيد يا أستاذ محمد يجرم هذا الأمر، لكن هي الفكرة كلها ان محدش بيتقدم بدعوة قضائية، كله بيقول لك سيب الامور ماشية. وبعدين انا هفكر حضرتك انه في يوم من الايام كابتن مصطفى يونس لما بدأ يشتغل في الاعلام وكان ايامها مدرب المنتخب، خير ما بين امرين، اما انك تبقى مدير فني للمنتخب واما انك تبقى اعلامي، فاختار احد الاختيارين. صحيح. يعني عايز اقول لك هي القصة كلها قصة انضباطية، واخد بالك؟ واللي حضرتك بتقوله ده، ما بتوزع المهام بشكل فيه عدالة وفيه منطق، ده بيعمل تمام. توازن في الوسط نفسه في المجال، ما بقاش خصم وحكم في نفس الوقت، اللي حضرتك بتقوله ده مهم جدا. وبعدين حتى لو انت عندك شركة راعية، بنشكر الشركات الراعية على ان هي بتدفع من اموالها لخدمة الرياضة المصرية والكرة المصرية، لكن انت كمان كجهة رياضية ما تاخدش فلوس هذه الشركات الراعية وتبعزقها على مزاجك في اي حته. مفهوم. يعني هنا اسلوب التصرف في الاموال، ولذلك انا لا يكفيني الاقاله والاستقاله، يعني اقاله. ما الذي يكفيك يا استاذ جمال؟ ما الذي تطالب به؟ انا اطالب بالتحقيق الشفاف والكامل في هذه القضيه، ليست قضيه ان منتخب خرج من بطوله. احنا زي ما بنيجي مثلا في النادي الاهلي بنقول الاهلي لم يحصل على بطوله مثلا، القضيه مش ان الاهلي حصل على بطوله ولا لا، ما الاهلي عنده دولاب مليان بطولات، وانت نفس الحكايه على مستوى منتخب مصر، لكن الاخلاقيات مهمه جدا جدا، وهي اللي بتحقق الانجازات. على فكره لما كان موجود حسن شحاته واتخذ قرار ما تربوي ضد كابتن احمد حسام ميدو، لم يتدخل احد لتغيير القرار، ومن قبله كابتن الجوهري لما اتخذ قرار ضد ابراهيم سعيد وهو من هو كلاعب كوره برضه لم يتدخل احد. فالمساله تحتاج الى اعاده ضبط اولا، وانا عشان كده بقول ليس التغيير في الاسماء
ده بالعكس يا استاذ جمال، ده كلام حضرتك ده بيفكرنا بانه في الوقت ده الراي العام والجماهير والاعلام احترمت وجهتي النظر للكابتن الجوهري رحمه الله، وايضا للكابتن حسن شحاته، ودعمت القرارات دي. بالظبط بالظبط، هو ده اللي انا بكلم حضرتك عليه، ان النهارده الجمهور يقف والاعلام يقف مع الحق ومع ومع الاشياء المحترمه، مش مع ان انا اكسب البطوله بالتزوير مثلا ولا اكسبها بمساعده حكم، لا، اكسب او ما اكسبش دي مساله مقدور عليها وتتعوض، لكن الاقاله التي اصدرها اتحاد الكره للجهاز الفني واستقاله الاتحاد نفسه ليست كافيه، ويجب ان يكون هناك تحقيق شامل. واعتقد ان وزاره الشباب والرياضه شكلت لجان لفحص جميع الاوراق، نحن لا متهمين، نحن لا نريد ان ندين احدا بريئا، ولكننا في الاول وفي الاخر نريد الحقيقه. صحيح. والحقيقه المجرده. صحيح. بشكرك جدا، بشكر حضرتك على المشاركه معنا في هذا الحوار، الناقد الرياضي الكبير الاستاذ جمال الزهيري. وبركز او بعيد تاني الجمله الاخيره اللي قالها استاذ جمال، احنا مش محكمه ومش بنستبق الاحداث، احنا بس بنطالب بوقفه حقيقيه وفقا للضوابط واللوائح والقوانين للمراجعه، المراجعه الاداريه والفنيه والماليه، ونشوف الفلوس راحت اتصرفت صح ولا لا، اتصرفت في تقييم فني صحيح ولا لا لمدرب او جهاز فني يستحقها ولا لا، هل كان في انضباط ولا لا، هل كان كل واحد بيقوم بدوره وفي حدود المنطقة اللي هو مسؤول عنها، اللاعب لاعب والجهاز الفني جهاز فني والاتحاد أو المسؤولين فيه مسؤولين، ولا كانت الأمور مختلطة، هل كان في مجاملات في بقاء أو عدم استمرار بعض العناصر في الجهاز الفني بعد الشكل اللي شفنا عليه الأمور زي ما قلنا، والإخفاق الفني والتنظيمي والإداري خلال نهائيات كأس العالم لكرة القدم، هل في مجاملات في الاختيارات، هل في صدقات بتحكم الاختيارات، ولا الأمور فيها تجرد؟ يعني ببساطة، هل اتحاد الكرة بيتعامل على أنه مكلف، هو ده نوع من التكليف ويختار أفضل الاختيارات ويقارن ويختار ويراجع ويقيم صح فنيا وماليا وإداريا وكل شيء، ولا الأمور فيها حسابات، كأن بعض الناس تنظر الأمور على أنها هي صاحبة المنتخب، كأن المنتخب ده ملكية خاصة لها، كأن نشاط كرة القدم ملكية خاصة لها، لأن هذا الأمر في فرق كبير قوي بين الطريقة دي والطريقة دي في التعامل مع كرة القدم والمنتخب. عايزين بس نقف على الحقيقة، ولن نتهم أحد بأي كلمة إلا بعد ما ننتهي من كل الإجراءات اللي هنشوفها في الفترة الجاية، واللي بتقول من كان أهل ثقة ومن لم يكن على مستوى المسؤولية، مين اللي قدم كل الجهد الحقيقي، مين اللي كان على مستوى تطلعات الجماهير وطموحاتهم، وعلى مستوى ما أنفق من الدولة وكل الدعم المقدم من الإعلام والصحافة، ازاي بنختار جهاز فني، المدير الفني اللي بيجي لنا ب 108 ألف يورو آخر راتب كان بيتقاضاه كام، والعرض القادم إن شاء الله اللي هيجي له لو اتقدم له عرض تاني هيكون كام، كوبر قبله وبعد منتخب مصر كان دخله كام، وفي منتخب مصر كان دخله كام، احنا عايزين نشوف بس الامور بتقايم صح ولا لا، وبنتعامل مع هذه الاموال وهذه الميزانيات في دوله لها ظروف خاصه جدا زي ما قلنا، بتقول للناس انها مضطره الى اجراءات قاسيه، وبتقول للشعب تحمل هذا الامر لانه لا بديل عنه. اذا عندما تنفق الدوله في امر بيسعد الناس زي كره القدم وبيدي صوره حضاريه مشرفه عن مصر، بتقول ان في استقرار امني بيرجع، في تحسن في المؤشرات، في رغبه في استضافه محافل رياضيه اكبر حتى من نهائيات كاس الامم إن شاء الله، ودعاية سياحية المصري إلى آخر هذه الأمور، البعض مدرك لهذه المسؤولية ولا لا، وفاهم هو بيشتغل في إيه وعايش معانا ولا مش معانا أصلا، ومش دريان بحاجة من اللي بتحصل حواليه في بلدنا. في حاجات كتير قوي محتاجة نقف عندها الفترة الجاية، بس إحنا بنفصل مرة تانية بين الأمور الفنية والمالية والتقييم والاختيارات سواء في عناصر أو بعض عناصر الجهاز الفني، هل كان في مجاملات في اختيارات اللاعبين ولا لا، هل في إصرار أو عناد ولا لا، الكل في الفترة اللي فاتت التزم الصمت واكتفى بالدعم وقال خلاص اقتربنا من انطلاق البطولة، ندعم ونشجع منتخبنا الوطني، نثق في اختيارات الجهاز الفني لأنه ليس لنا بديل عن هذا الأمر، وتوقفت الأقلام والميكروفونات عن الحديث عن الاختيارات، احنا هنرجع للحديث عن دعم البطولة إن شاء الله، جمهورنا يكون على درجة واعية جدا، نجاح البطولة دي نجاح لينا كلنا إن شاء الله، رغم الإحباط اللي أصاب الناس بسبب اتحاد الكرة ومنتخب مصر وجهازه الفني الذي لم يكن على أقل تقدير لم يكن على مستوى المسؤولية على الإطلاق يعني، أو قدراته يعني لا تليق بتولي مهمة منتخب مصر فنيا، ده أقل تقدير أو أقل شيء ممكن يقال، ده في إجماع في الآراء عليه، لكن في النهاية الجمهور نتمنى البطولة تنجح، نركز على أننا عندنا حدث عالمي ودولي مقام على أرض مصر، إن شاء الله يستمر دعم الدولة لهذه البطولة، والحرص على تقديم كل ما يمكن للجنة المنظمة، وقد حدث بالفعل بقيادة طبعا نجمنا محمد فضل هذا الشاب الواعد اللي الكل بيشيد بينه من مكاسب هذه البطولة، إن شاء الله يستمر مع فريق العمل المعاون له على العمل بجهد كبير جدا طول
الفترة اللي جاية وحتى تخرج البطولة وتنتهي بأفضل شكل ممكن، ونتمنى الجماهير تتغلب على إحباطاتها وأحزانها بسبب هذا الشكل غير اللائق اللي ظهر بيه منتخبنا. وزي ما قال الأستاذ جمال والمهندس فرج عامر، مش مسألة مكسب وخسارة، مش مسألة خروج من بطولة. ممكن نخرج من بطولة بس نعمل اللي علينا، نبذل جهد، نكون على مستوى المسؤولية. الجمهور كله خرج امبارح، كل الناس على السوشيال ميديا بتقول شكرا لمحمد الشناوي، شكرا لطارق حامد، انتوا كنتوا نجمين في البطولة على مستوى المسؤولية وبذلتوا كل الجهد، لان المؤشرات بتقول ان طارق حامد ومحمد الشناوي ادوا اداء رائع يزيد عن حتى مستواهم في المنافسات المحلية او في الدوري الممتاز، واحساسهم بمسؤوليتهم ناحية المنتخب. المهم ان احنا بنتكلم عن البطولة دي، ان شاء الله نفصل بين هذا الامر وذاك، نشتغل كلنا على ان البطولة تنجح باذن الله، ونشوف ازاي نشجع الحضور الجماهيري في الفترة الجاية حتى لو تأثر شوية لخروج منتخب مصر من السباق، لكن بنستمتع بحدث كبير. لسه في منتخبات لاعبيها عندهم طموح، بيلعبوا بإرادة كبيرة في الملعب، بيبذلوا مجهود كبير. باذن الله البطولة تستمر وتنجح، ولسه هنتكلم، عندنا اكتر من اتصال واكتر من مداخلة، كيف نتعامل بالشكل الافضل اداريا وفنيا مع مرحلة ما بعد اجيري، وكيف يمكن التقييم الصحيح لدور اتحاد الكرة وما قام به وما قدمه خلال الفترة اللي فاتت، سواء كان جيد أم سيء، سواء أخفق أو نجح في أي خطوة من الخطوات. هذه الأمور تحتاج إلى تقييم دقيق جدا وموضوعي. نعود بعد الفاصل، خلونا نتوقف مع فاصل قصير ونعود لاستكمال فقرة الأخبار. مشاهدينا اهلا بحضراتكم مره ثانيه، لسه معاكم خلال الاهلي الليله. وقبل ان نستكمل هذه التغطيه والحديث عن منتخب مصر، ربما بعد قليل ننتقل لاذاعه خارجيه من اسبانيا لمتابعه كواليس تدريبات وتفاصيل تدريبات ورحله فريقنا الاول لكره القدم في النادي الاهلي، هذا المعسكر الاوروبي استعدادا للجزء المتبقي من مسابقه الدوري العام هذا الموسم وانطلاقه الموسم الجديد ان شاء الله، والانطلاقه الافريقيه كمان من خلال مشاركه الاهلي باذن الله في دوري رابطه الابطال الافريقي. لكن الى هذا الحين على فكره احنا مش في عداوه مع حد، ومش بالعكس، كلنا يسعدنا النجاح ويسعدنا ان المنتخب يفوز من مباراه لاخرى، ومش مهمه الاعلام الهجوم ولا النقد، ولكن في بعض الامور بتفرض علينا ده من منطلق مسؤوليتنا قبل ما نكون اعلاميين، اننا مشجعين لمنتخب بلدنا، بنتمنى ننجح، بنتمنى لما نشوف حاجه جميله زي بطوله الامم الافريقيه بهذا الكم الكبير من الجهود والشكل المبهر في الافتتاح وحجم الانفاق والتنظيم والاشاده الدوليه والمحليه بما قدمناه منذ بدء البطوله وحتى يومنا هذا، ان ده يبقى سيمفونية الكل بيشارك في انه يعزف هذه السيمفونية، والكل على قدر المسؤولية، مش بنشتغل كجزر منفصلة وبعضها مش دريان باللي حواليه خالص، مش على قدر باقي الاهتمام الجماهيري والشعبي والرسمي بهذه البطولة والتنظيمي والإعلامي وكل شيء. بعض الأمور التانية هنتكلم عنها لما بنتكلم عن الأرقام، احنا بنقارن نفسنا بالدول التانية اللي مشاركة في البطولة او المنتخبات الأخرى. لما نسمع ان مدرب او مدير فني جزائري الاصل فرنسي الجنسيه زي جمال بالماضي دخله 55 ألف يورو في الشهر ويزيد قليلا، يعني ستيوارت باكستر المدير الفني لجنوب افريقيا 62 ألف ويزيد، يعني 62 ألف وشوي. بنسال نفسنا ليه احنا المدربين عندنا بياخدوا اعلى قيمه، ليه اغلى مدرب في البطوله هو اغلى مدرب منتخب مصر مع هذا الشكل الفقير فنيا، يعني الشكل اللي كان مخرج الناس زعلانه من المباريات حتى رغم سعادتها بالفوز في الثلاث مباريات في دوري في الدوري او في مرحله مباريات المجموعه في انطلاقه البطوله، الفوز على زيمبابوي والكونغو واوغندا، كانت الناس قلقانه من شكل المنتخب لان الفوز ما كانش مطمئن، رغم ان في النهايه العبره بالنتائج والكل متفق على كده، وهي الارقام هي لغه كره القدم وهي اللي بتبقى في التاريخ، لكن برضو الجمهور كان قلقان، حاسس ان في حاجه غلط، في حاجه فنيا مش مقنعه. مفيش خط نص في الملعب، الملعب عباره عن خط هجوم بنعتمد فيه على قدرات لاعبين مميزين في الهجوم زي محمد صلاح وتريزيجيه، وخط الدفاع ومدى اجاده احمد حجازي ومحمود علاء وباقي مدافعي الفريق، وان في مساحه، في فجوه، في دايره فاضيه في نص الملعب. لدرجه ان بعض الناس امبارح بعد مباراه منتخب مصر كتبوا على فيسبوك ان احنا منتخب قادر على انه يعمل شكل مميز لاي منتخب بيلعبنا، حتى لو كان اقل منا بكتير او اعلى منا بكتير، احنا بطريقتنا دي بنسيب الكوره، نسبه الاستحواذ، البوزيشن، السيطره، الفرص الضايعه. المباراه الثالثه في المجموعه مع اوغندا الكل قال انه اللي كان يستحق طبعا المحمدي، بالتاكيد تسعدنا الجائزه بالنسبه لواحد من نجوم منتخبنا وما تفرقش بالنسبه لنا مين يحصل عليها، لكن كل وسائل الاعلام والراي العام ومواقع التواصل الاجتماعي قالت كان الشناوي احق. ده معناه او مؤشر على انه تالق ان الضغط كان على مرمى مصر طول الوقت، مع ان بجميع المقاييس
مين اللاعبين في مصر اللي موجودين في منتخبنا امام نجوم المنتخب الاوغندي؟ قيمتنا السوقيه اعلى، عامل الارض والجمهور والدعم للمنتخب والخبرات اللي عندنا، رصيدنا من البطولات، كل حاجه كانت بترجح كفتنا، لكن كانت الامور شكلها غريب جدا فنيا. طيب ايه اللي يميز اجيري او كوبر او هذه النوعيه من المدراء الفنيين او المدربين عن خبرات كبيره زي حسن شحاته، زي الكابتن الجوهري رحمه الله، وغيرهم من المدربين اللي حصلوا على بطولات مع مصر سواء افريقيه او ظهروا بشكل مشرف؟ يعني هفتكر في كاس العالم مع الله يرحمه الكابتن الجوهري بنلعب قدام منتخب من اقوى منتخبات العالم، حتى لو في بعض المباريات دفعنا فيها وكان ادائنا مش مقنع في النهايه، هتبقى في الذاكره مباراه تاريخيه لمنتخب مصر، مصر وهولندا 1-1، بنلعب قدام فان باستن، رود خولات، ريكارد، مجموعه من اللاعبين اللي هم متالقين وفازوا ببطوله اوروبا الى اخر هذه الامور، جيل من افضل اجيال الكوره في تاريخ اوروبا وفي هولندا تحديدا، لعبنا مباراه، قدمنا كره قدم، هددنا مرمى المنافس، الجمهور فاكر حاجه، الجمهور فاكر ايه في كاس العالم الاخير؟ ثلاث مباريات مع اوروجواي وروسيا والسعوديه، ايه الاداء اللي فاكرينه؟ هل ده اللي يليق بينا؟ هل دي كانت مجموعه صعبه على نجومنا ان احنا نظهر بالشكل ده؟ ما نقدرش ناخد نقطه واحده من الثلاث مباريات، اعتقد انه لا يليق لا باسماء نجومنا ولا بخبرات منتخبنا واسمه وتاريخه، يعني في حاجات فنيه كانت بتقول ان لابد من وقفه وان مش كفايه اختار مدير فني اجنبي، وانه بعد كوبر لما انتهت فتره تولي كوبر كان لازم الخطوه الثانيه تبقى مدروسه شويه. مش لازم اقفل مخي او اتحاد الكوره يكون مصر على وجهه نظر دون ان يكون موضوعي في قراءته للمشهد، مش لازم يقول هجيب مدرب اجنبي او مصري، يفكر ويشوف الاختيارات ميزانيتها ايه، تكلفتها ايه، وهل فنيا هي اضافه ولا لا، هتفرق مع منتخبنا للافضل ولا لا. للاسف اجيري كان حتى اراء كتير بتقول انه اقل فنيا كمان من كوبر، ما كنتش اتوقع الحقيقه ان حد يتفوق على كوبر في سوء الاداء، لكن فعلها اجيري بكل المقاييس. يعني عموما احنا بنقول مره تانية ان احنا عايزين وقفه، عايزين نراجع نفسنا، ولو نجحنا نجاح للكل، ونشوف الفتره الجايه نحاسب ونراجع الامور ماليا وفنيا واداريا، ولو كان اتحاد الكوره اصاب في شيء او كان قدم شيء كويس هنشيد بيه، ولو كان اخطا يحاسب على هذا الامر ونشوف هذا الخطا كان غير متعمد لنقص خبره او عدم كفاءه ولا كان متعمد باي شكل. لابد ان نقف على ما حدث لانه بالتاكيد ما كانش في اي مبرر لا للشكل اللي ظهرنا بيه من اول البطوله، اعتقد نستحق ان احنا ومنتخبنا عنده افضل من كده، وكان يمكن ان يقدم افضل من كده لو الاختيارات شملت كل العناصر زي ما ايام كابتن حسن شحاته كان بيختار نجوم في المنتخب ما نبقاش عارفين مين اللي هيجيب الجون ومين اللي هيرجح كفتنا على المنافس، مش عارفين اللي هيجيب الجون مين، احمد حسن ولا حسني عبد ربه ولا ابو تريكه ولا محمد زيدان ولا عماد متعب، من كتر الاعتماد على كل لاعب موهوب في الدوري المصري او حتى في محترفينا في الخارج، كان كابتن حسن بيستخدم كل الاوراق الحقيقيه المؤثره في الملعب، ما بقاش بعمل تغييرات والعناصر البديله اللي عندي مش هتغير اي شيء، بالعكس ممكن ننزل الفريق شويه مش تعلي من معدل ادائه. يعني في حاجات كتير قوي عايزين نتكلم عنها في الفتره الجايه باذن الله نصل لافضل نتيجه، لكن البطوله زي ما قلنا ان احنا هنتكلم شويه مع عمليه الكشف عن الحقائق ومراجعه كل الامور الخاصه باتحاد الكوره. في حاجه ممكن اقول انها ايجابيه الحقيقه، يعني ان المهندس هاني ابو ريده قال انه مستمر وتحت امر المنتخب والبطوله وانه في موقعه في اللجنه المنظمه، وده كان يعني شيء ادبيا كان لازم يعمله، وانا الحقيقه سعيد بانه قال كده ضمن قرار الاستقاله، قال انه باقي في منصبه، وانا كنت بتمنى كمان كل واحد من اعضاء مجلس اداره اتحاد الكره يقول انه بيضع نفسه تحت تصرف منتخب مصر وتحت امر المسؤولين طالما بقيت هذه البطوله على ارضنا، اذا طلب منهم اي شيء وكان لهم اي دور محوري في منظومه العمل في كواليس البطوله اعتقد انهم المفروض انهم يؤدوا بنفس الهمه والجديه والكفاءه، واتمنى ده يبقى يعني ما يدور في ذهن كل اعضاء مجلس اداره اتحاد الكره بعيدا عن بقائهم او عدم استمرارهم في الفتره الجايه، استقالتهم او اقالتهم او ما تنتهي اليه كل الامور الخاصه بتقييم اداء اتحاد الكره على مستوى الاختيارات والاجهزه الفنيه واللاعبين وحتى ضبط المنتخب اداريا وفنيا واختيار افضل العناصر. ان شاء الله البطوله تنجح باذن الله، نحاول نخرج من المعادله الصعبه دي بسرعه وتستمر الامور والدعايه لمصر بنجاح البطوله واستقرارها تنظيميا وامنيا وسياحيا وكل هذه الامور، باذن الله نتخطى هذه يعني هذا التعثر سريعا، باذن الله الجمهور يكون على ثقه ووعي ان نجاح البطوله ايضا نجاح لينا كلنا، وانه يكون حريص على المشاركه وعلى التواجد والاستمتاع بباقي الفرق اللي عندها اراده حقيقيه للمنافسه على اللقب، وانها تمتع الجمهور حتى لو معهاش الميزه اللي كانت مع منتخب مصر عامل الارض والجمهور، لكن انها راغبه في تقديم شيء للجماهير اللي بتتابع البطوله، ونستمتع بكره قدم حقيقيه في الادوار القادمه، ونتمنى ان منتخبنا طبعا يكون افضل الفتره الجايه، ما حدش بيستعيده اي اخفاق للمنتخب، بالعكس بنتمنى منتخبنا يبقى في احسن صوره في احسن شكل وافضل نتائج، واحنا عارفين ان عندنا قدرات بس نختار صح ونبعد شويه عن المجاملات الفتره الجايه.
هننتقل لاخبار النادي الاهلي وتبقى طبعا الاراء والمتابعات لمنتخبنا الوطني ولكواليس استمرار البطوله. عندنا البطوله دلوقتي ونجاحها ان شاء الله هو الحدث الاهم اللي الكل المفروض يركز عليه ويشتغل على استمرار نجاحه في الفتره الجايه. النادي الاهلي في اشاده بالمعسكر بالتفاصيل الخاصه بمعسكرنا الخارجي في اسبانيا، تفاصيل وتصريحات الكابتن محمد يوسف المدرب العام بيقول ان الامور على افضل ما يكون في هذا المعسكر، ملعب التدريب، فندق الاقامه، كل التفاصيل والاحتياجات وكل الدعم اللوجستي للفريق، وان الامور ماشيه كويس جدا مع ترتيب اكثر من مباراه وديه مهمه للفريق متدرجه المستوى حتى نستفيد فنيا ونصل لافضل شكل فني وبدني وخططي للفريق اللي هياخدها الفريق ان شاء الله في اسبانيا علشان نوصل لافضل شكل قبل انطلاقه الدوري او استكمال واستئناف الدوري العام المصري لكره القدم قبل ما تنطلق كمان بطوله الدوري في النسخه القادمه. في تعاقدات وفي متابعة من المسؤولين في النادي الأهلي انتهت الحمد لله بنجاح بعد متابعة أليو ديانج نجم مالي ومولودية الجزائر واللي تم التعاقد معاه لمدة 5 سنوات. أنهى التعاقد وانتهى من وضع كل التفاصيل الكابتن أمير توفيق مدير التسويق في النادي الأهلي وعاد إلى القاهرة بعد الترتيبات الخاصة بكل التفاصيل الخاصة بإقامة اللاعب وبدء انطلاقة هذا اللاعب مع الفريق، وإن شاء الله يكون إضافة كبيرة للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي في الفترة المقبلة. أليو ديانج ربما يعني لن يلحق بالمعسكر في أسبانيا لأنه تم التأكيد والتنسيق مع إدارة النادي الأهلي وإدارة الكورة على أنه سيلحق بالفريق وتدريباته إن شاء الله بعد 10 أيام لأنه ذهب للجزائر لإنهاء بعض الأمور العالقة بينه وبين نادي مولودية الجزائر والتفاصيل الخاصة بإنهاء التعاقد وإنهاء علاقته بالنادي بشكل احترافي وطبعا وضع كل النقاط على الحروف في نهاية علاقته الاحترافية بنادي مولودية الجزائر، ومنه أجازة ينطلق إلى أجازة سريعة ولرؤية أسرته في مالي ثم يعود إلى القاهرة وإن شاء الله يكون إضافة فنية كبيرة لصفوف الفريق. والدوليون ينتظمون أيضا في معسكر الأهلي في أسبانيا بعد 5 أيام بعد خروجنا من البطولة الأفريقية في دور 16. بينتظم الرباعي الدولي محمد الشناوي، أيمن أشرف، مروان محسن، وليد سليمان، رباعي الفريق الأول في النادي الأهلي في معسكر الفريق في مدينة إليكانتي الإسبانية بعد 5 أيام، وبعد المشاركة مع منتخب مصر في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 وبعد الخروج أمام جنوب أفريقيا من دور 16. الأهلي يواجه طبعا في أخبار عن مواجهة سوكر سمارت والترتيب مع فريق من فرق القسم الثالث في النادي في الدوري الأسباني لأنه النادي الأهلي أو الجهاز الفني بقيادة لاسارتي وضع خطة متدرجة المستوى من خلال الترتيب والتحضير لثلاث لقاءات ودية في أسبانيا عشان يوصلوا لأفضل درجة استعداد مع الفريق لعودة واستئناف الدوري الممتاز. وعندنا خبر اخر طبعا بعد ما اتكلمنا عن كابتن محمد يوسف واشادته بالمعسكر في اسبانيا بيقول ان احنا طبعا في حرص من الجهاز على نقل كل التفاصيل وكل الامور الخاصه بالرؤيه الخططيه والتكليفات الفنيه اللي جايه ان شاء الله للفريق مع استئناف الدوري العام وقبل انطلاقه الدوري الجديد وايضا بطوله افريقيا في نسختها القادمه، انه في تاكيد من لاسارتي والجهاز الفني على انه هتكون افضل فرصه خوض 3 مباريات مع فرق ومنافسين بمستويات فنيه متدرجه ومتفاوته علشان نقدر نضع كل اللمسات الفنيه او الجهاز الفني يضع كل بصماته الفنيه على الفريق والاستفاده ودمج كمان الصفقات الجديده او اللاعبين العائدين من اصابه في شكل الأداء المطلوب إن شاء الله في الفترة الجاية وبإذن الله يكون على أفضل شكل ممكن. بعد قليل احنا طبعا وقبل ما ننتقل لأي متابعة من أسبانيا مع زملائنا ومع مراسلي قناة الأهلي وزملائنا المتابعين لمعسكر الفريق الأوروبي في أسبانيا مرة تانية بنقول لحضراتكم الفترة الجاية عايزة بس نوع من التجرد في الاختيارات وعدم المجاملة بأي شكل ممكن، وإن احنا نفكر في إنه الصالح العام بيقول إزاي بأقل تكلفة طالما احنا بنتكلم عن المال العام أوصل لأفضل مردود فني، إزاي ممكن ألاقي مدرب مصري أفضل من مدرب أجنبي، وإنه لا يعيب إن أنا أتعاون مع مدرب مصري، بالعكس ده حاجة بتضيف للرياضة المصرية وللاتحاد المصري وللمسؤولين عن الكورة وبتعمل نوع من الدعاية للكفاءات المصرية الموجودة في كل المجالات. شفنا منتخبات واعدة عندها مدربين أفارقة من ولاد البلد نفسهم، منتخبات حتى كانت قادمة للبطولة وهي خارجة عن إطار التوقعات وماشيين كويس مع مدربينهم. مش كل الفرق اللي ماشية مع مدرب أجنبي أو تحت قيادة مدرب أجنبي براتب كبير، عندنا المغرب بقدرات لاعبيه خرج وودع البطولة مبكرا، وأيضا هيرفي رينارد مدير فني مرموق ومشهود له بالكفاءة الفنية وعنده سي في مليء بالإنجازات وراتبه ضخم جدا أيضا يزيد عن 80,000 يورو لكنه ودع البطولة مبكرا. يعني مش معيار ومش شرط إن المدرب الأجنبي الغالي في قيمته التعاقدية يكون
يكون اضافه فنيه او يقدر يعمل ويحقق طموحات المنتخب اللي هو بيتولى تدريبه. مع عدم الحديث طبعا فنيا دي امور تخص اشقائنا في المغرب والاتحاد المغربي، انا بتكلم بشكل عام ان ممكن منتخب ماشي بخطوات بمدرب قيمته السوقيه اقل، تعاقد معاه كلف الدوله او الاتحاد الكروي في اي دوله اقل، لكن يعمل نتائج افضل. المهم هل هو قادر يؤدي ويعمل بصمه فنيه حقيقيه على اداء الفريق ويستفيد ويوظف لاعبيه بافضل شكل ممكن ولا لا، وينعكس ده على اداء اللاعبين. قادر يختار افضل العناصر سواء من المحترفين او من اللاعبين ولاد البلد داخل المسابقه المحليه في هذه البلد او تلك ولا لا. امور كثيره جدا مش معيارها دايما الفلوس، بالعكس بنشوف مدربين شباب. اعتقد ان المدير الفني جمال بالماضي سنه صغير في اشاده بشكل منتخب الجزائر ببصماتهم وخطواتهم في البطوله حتى الان بهذا المدرب اللي يعتبر من المدربين الشباب في البطوله. جمال بالماضي اعتقد ان عمره لا يزيد عن 43 او 44 عام مع حصوله طبعا على الجنسيه الفرنسيه، لكن هو في الاصل مواطن جزائري وابن من ابناء الجزائر، وهو اعتقد انه باجماع الاراء مقدم شكل مرضي جدا ومقنع جدا، والكل بيضع منتخب الجزائر في طبعا المنتخبات او في دايره الاختيارات والتوقعات انهم ممكن يقتربوا جدا من المنافسه على اللقب، خصوصا بعد خروج منتخب مصر اللي كنا بكل الحسابات بنتمنى يبقى في المباراه النهائيه، وكنا بنضع لحسابات كثيره جدا فنيه وجماهيريه وخاصه بالارض والجمهور انه في مقدمه المرشحين. إن شاء الله تبقى فيه بس آلية مختلفة للاختيار في الفترة الجاية. خلونا ننتقل بعد قليل أو هننتقل دلوقتي إلى أسبانيا مع زميلنا العزيز ومراسل قناة الأهلي كريم أحمد. كريم مساء الخير وأهلا بيك معنا، يا ريت تقول لنا كل التفاصيل عن معسكر الفريق الأوروبي. الصوت فصل يا جماعة. طيب كريم مش سمعنا، يعني سنعود بعد قليل لحد ما الصوت بس يكون واصل لكريم ويكون سمعنا كويس. ان شاء الله نعرف منه بعد لحظات تفاصيل اكتر عن معسكر الفريق وعن استعداداتنا وايه المميز حسب تصريحات الكابتن محمد يوسف في هذا المعسكر الاوروبي، معسكرنا في اسبانيا، وان شاء الله ورؤيه الجهاز الفني لكيفيه تحقيق افضل استفاده ممكنه لنجومنا ولاعبينا في الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي بهذا المعسكر، وازاي المباريات الوديه او ايه خطه المباريات واختيار الفرق اللي هتواجهنا في ثلاث مواجهات متتاليه ان شاء الله مع فرق يعني متدرجه او متفاوته المستوى الفني. رؤيه لاسارتي وجهازه الفني ازاي ده يكون عامل مؤثر بالايجاب، وعلى اي اساس كمان تم وضع خطه هذه المباريات او مستوى المنافسين اللي هنواجههم في هذا المعسكر الاوروبي. يعني هنحاول بعد قليل يكون معانا او نرجع تاني. كريم معايا مره تانيه. كريم احنا سامعينك، اتفضل يا كريم قول لنا كل التفاصيل. اهلا بيك مره تانيه، بكرر الترحيب بزميلنا كريم احمد من اسبانيا، يا ريت تقول لنا كل الكواليس الخاصه بتدريبات ومعسكر الفريق. برحب بك زميلي محمد الجندي، برحب بكل مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. كالعاده كواليس خاصه بننقلها من خلالكم تدريبات فريق النادي الاهلي للمباراه الوديه ان شاء الله باذن الله تكون بشكل حصري على شاشه قناه النادي الاهلي. كل جمهور النادي الاهلي عايز يطمن على المعسكر التدريبي، الحاله المعنويه، الحاله البدنيه كمان للاعيبه النادي الاهلي. معسكر مميز واختيار ايضا كمان مميز للمكان اللي احنا متواجدين فيه، يمكن زي ما ذكرنا طبعا في الرساله الاولى ملاعب مميزه جدا واختيار على اعلى مستوى. اكيد طبعا يمكن اسبانيا مميزه بالملاعب، لكن المكان مميز لاجراء معسكر اعداده زي ما اكدنا قلنا زميلي محمد، سواء للمعسكر الحالي او للموسم الحالي او للموسم القادم. امر صعب جدا على لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني ومجلس الاداره، لكن خلاص امر واقع لابد ان احنا نتعامل معاه بشكل كبير جدا. وبالفعل شايفين روح كبيره جدا لعيبه النادي الاهلي، تركيز تدريبات صباحيه ومسائيه. على سبيل المثال طبعا لو بتكلم على تدريب اليوم النهارده، يمكن تدريب النادي الاهلي كان الساعه 9:30 صباحا، ثم تدريب النادي الاهلي الثاني كان في تمام الساعه 6:30. اكيد امور كثيره جدا عايزين نتكلم عليها زميلي محمد. بالنسبه لي التدريبات الحاله اللي زي ما اتكلمنا وقلنا مستر مارتن لاسارتي بيحاول ان هو جرعات تدريبيه وجرعات فنيه وجرعات بدنيه كمان لالخاندرو مخطط الاحمال، كلها طبعا ان شاء الله تصب في مصلحه النادي الاهلي. لكن عايز اتكلم على مباراه الغد، يمكن مباراه الغد هي اولى المباريات الوديه للنادي الاهلي في معسكر التدريبي، هيكون امام فريق سوكر سمارت طبعا ده يمكن فريق اسباني من الدرجه الثالثه. تدريجيا زي ما قلنا المستوى اللي يكون لابد يكون فيه تدرج من الدرجه الثالثه ثم درجه ثانيه، ثم ايضا كمان المباراه الاخيره اللي هتكون يوم 15 امام فريق يوكا موريسيا، ده ايضا كمان احد الفرق الاسبانيه. معسكر جيد بالنسبه للفريق للنادي الاهلي، لسه طبعا قدامنا ايام طويله، يمكن خلاص عدى 48 ساعه، لكن ال 48 ساعه فيهم شغل كبير جدا، شغل بدني، شغل فني، في مجموعات تدريبيه، في لعيبه كمان بتاهل خارج التدريبات زي مؤمن زكريا، زي حسين السيد، مصطفى شوبير ايضا كمان ما كانش بيشارك في تدريب الامس، كمان محمد عبد المنعم واحد ناشئين النادي الاهلي اللي شعر بكدمه بسيطه جدا
في العضله الخلفيه اثرت عليه بشكل كبير في التدريب، لكن زي ما اكدنا وقلنا الحاله بالنسبه لعيبه النادي الاهلي مطمئنه لانهاء معسكر جيد ان شاء الله يكون في مصلحه النادي الاهلي ويفيد لاعب النادي الاهلي، لان مباراه المقاولون، مباراه نادي الزمالك ومباراه بيراميدز ليها حسابات خاصه، لكن زي ما متعودين النادي الاهلي بياخد مرحله مرحله. المباراه الاولى هي مباراه المقاولون العرب، تنتهي مباراه المقاولون العرب ثم النادي الاهلي يبدا يفكر في مباراه نادي الزمالك. ان شاء الله من خلالك ومن خلال شاشه قناه النادي الاهلي نكون مستمرين معاكم زميلي محمد الجندي ومع كل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي ورسائل خاصه هنا من اسبانيا لنقل كل الاجواء وكواليس بعثه النادي الاهلي هنا في لافينكا، المدينه طبعا اول منتجع اللي احنا متواجدين فيه. عوده ليك زميلي محمد الجندي. بشكرك جدا الزميل العزيز كريم احمد، وان شاء الله نتابع معاك ويعني تمدنا بمزيد من التغطيات والرسائل المستمره على مدار تواجدك في اسبانيا مع فريق العمل المصاحب لبعثتنا، بعثه الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي، وان شاء الله تكون استعداداته على افضل شكل ممكن ويكون مردود ونتائج فنيه اكثر من رائعه تترتب على معسكر الفريق الاوروبي في اسبانيا وفي المواجهات الوديه القادمه ان شاء الله. طبعا بشكر حضراتكم على المتابعه، دي نهايه فقرتنا الاولى فقره الاخبار، وحديثنا سيستمر سواء عن استعدادات النادي الاهلي او عن رغبتنا في نجاح البطوله الافريقيه كاس الامم الافريقيه مصر 2019 وكيف تنجح هذه البطوله وتستمر بالشكل الامثل حتى مع الحسابات الفنيه اللي اتغيرت شويه بعد خروج منتخبنا. كنا نتمنى ان يظل طبعا في السباق، وسنظل نراجع ونبحث عن الحقائق الخاصه بكل ما حدث في المرحله الماضيه واي اسباب ممكن نتغلب عليها في الفتره الجايه او نغير من طريقه تفكيرنا او اختياراتنا عشان يبقى مردود ده على الكره المصريه على منتخبنا افضل، ونقدر نحقق النتائج المرضيه للجماهير واللي بتتناسب مع حجم الجهد المبذول من الدوله وكل اجهزه الدوله والاعلام والصحافه وكل الناس اللي بتحاول توفر عوامل النجاح لمنتخبنا الوطني دائما ابدا وبتدعمه دعم لا ينتهي وبلا حدود. خلونا نتوقف مع فاصل قصير ونبدا في استقبال ضيوفنا في استوديو الاهلي الليله وبعد قليل الكابتن شاكر عبد الفتاح. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، لسه معاكم من خلال الاهلي الليله، ونرحب في بدايه هذا اللقاء بواحد من نجوم الكره المصريه سابقا ونجوم كبار في تاريخ نادي ترسانه، واحد من اشهر الانديه المصريه على الاطلاق والاشهر في تاريخ الرياضه المصريه، واحد منهم بالتاكيد هو نادي الترسانه بما له من جماهيريه وتاريخ عريق، وايضا ضيفنا في هذا الحوار هو صاحب تجربه اكثر من ناجحه وخبرات كبيره في عالم التدريب داخل وخارج مصر على مستوى الانديه او المنتخبات. كابتن شاكر عبد الفتاح اهلا بحضرتك وسهلا بكم ويا جميع المشاهدين دين، وان شاء الله ربنا يقدرنا ان احنا نقدم حاجه سعادة بوجودك الناس معناك. تستفيد منها يعني اكيد إن شاء الله. كابتن شاكر، فنيا ليه خرجنا من البطوله في هذا التوقيت وبهذا الشكل الهزيل؟ طبعا يعني اولا بسم الله الرحمن الرحيم، كره القدم هي عمله ذات وجهين وخصوصا البطولات، يا الوصول للنهائي او الخروج، لكن المحزن خروج مبكر كان له تأثير أو هيبقى ليه تأثير شديد قوي في نجاح البطولة، اللي الكل يعني كان مبسوط بأن مصر تستضيف البطولة في وقت ضيق مش كبير قوي، كانت هتبقى المفروض أن لو استمرنا كانت هتعود على البلد ده كان جزء كبير متوقع أيوة من نجاح البطوله بفوائد كتير على البلد، حتى لو ما خدتش مصر البطوله في النهايه بس استمرت حتى السيمي فاينل او الفاينل لاقصى زمن ممكن في البطوله. طبعا ده للاسف هيبقى ليه تاثير سلبي على البطوله نفسها، لان الجماهير هي ملح المباريات اكيد، فطبعا بما كان عند الجماهير المصرية من دافع وطني نمرة واحد إن هم يقفوا مع منتخب مصر من أجل الحصول على البطولة، كل الفئات الشعبية، كل المسؤولين، الدولة بكل مسؤولينها مسخرين لخدمة البطولة، الشباب، الأطفال، النساء، الشابات، فنانين، رياضيين، كل فئات الشعب كانت على استعداد لأنها تساند، بالرغم من أن من البداية الناس كانت بتقول
ان الاسعار بتاعه المباريات عاليه الثمن وغاليه، لكن برضو كانت الناس بتروح والاستاد بيبقى مليان، فده طبعا هيبقى ليه تاثير سلبي كبير. لكن لو رجعنا لقصه ليه احنا خرجنا بدري، دي ليها اسباب كتير. زي ايه؟ اسباب فنيه واسباب نفسيه، ويتحمل المسؤوليه في الحالات اللي زي دي بيبقى نمره واحد الجهاز المسؤول عن تشكيل المنتخب. اولا يعني شيء غريب جدا، احنا طبيعه اللاعب المصري لو رجعنا من ايام المرحوم الكابتن جوهري كان دايما معسكراته بتبقى طويله. ليه؟ لان عمليه الانسجام والفكر اللي مدرب المنتخب عنده المفروض فكر ورؤيه، بناء على الفكره والرؤيه بتاعته بيختار اللعيبه اللي مواصفاتهم تتطابق مع رؤيته. يعني انا اذكر طبعا بندعى لذكر اسماء احد اللاعبين النجوم الكبار قوي 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 قوي، وهبقى اقوله لك بعد الحلقه ان شاء الله. كانت في ناس بتقترح على كابتن جوهري عايز يعني ياخده، كان هو لسه في بداياته، كان هو عنده وجهه نظر معينه، اللاعب ده بطيء شويه، هو كان المواصفات اللي عايزها في اللعيبه اللي عنده يكون بيتميزوا. ما حدش هيزعل منك يا كابتن شاكر، احنا بنتكلم فن، لا مش بنتكلم انا بكلم، فانا همسك في التفصيله دي عشان أيوة. يبقى المثال واضح للناس. ما انا بقول لك حضرتك بتدي مثال هنقيس عليه اللي حصل في الفتره. فكان مين النجم يعني انا متمسك بيه، النجم ده كان كابتن ابو تريكه. وكلم طبعا انا سمعته من المدربين اللي كانت شغاله معاه، فكانوا بيقولوا له في فلان في المكان الفلاني، فكان لسه في الترسانة وقت بدايه تألقهم على دي. فقال لهم والله هو يعني في عنصر السرعه عنده ما هواش عالي قوي وانا محتاج، لكن هو طبعا كلاعب كوره بيمتلك امكانيات عاليه وكل حاجه، بس انا عايز اللعيب في مواصفات واحد اثنين ثلاثه. بعد كده بقى ابو تريكه نجم من النجوم. ده لا يقلل ابدا من فكر ورؤيه كان الكابتن جوهري، بدليل ان هو ساعتها برضو يعني فزنا ببطوله افريقيا سنه 98، وصلنا طبعا لكاس العالم مع مجموعه من اللاعبين في الفتره اللي فطبعا فدي بتبقى نمره واحد رؤيه وفكر، بختار على اساسه لاعبين. فكان الفكر دوت، وده يمكن معتاد برضو مع كابتن حسن شحاته، كانت في معسكرات طويله لعمليه الانسجام والتناغم بين اللعيبه وبعضها، والفكر اللي عند المدرب ممكن ياخد منه وقت عبال ما يستوعبوه. طبعا هم لعيبه كوره بس هو عنده رؤيه معينه بتحتاج بروفات زي اي حاجه. يعني مثلا انت لو بتعمل مسرحيه المجموعه الممثلين فيهم ابطال وفيهم كذا وفيهم كذا، وبتعمل بروفات كتير وبتكرر المشهد دوت وبتكرر الجمله ديت وهكذا. كره القدم بنفس الايه الطريقه. فالغريب وده يمكن برضو سبب اللخبطه بتاعه تاجيلات مباريات الدوري، النهارده نلعب لا بكره، فالمنتخب دخل معسكر قبل البطوله ب10 ايام، لعب خلالهم مباراتين، حتى المباراتين كنت بتلعب بمجموعه في شوط وبتلعب مجموعه في شوط تاني. فانت النهارده كمدرب عندك رؤيه، عندك تكتيك، والتكتيك بتاعك دوت فيه مرونه دفاعيه وهجوميه. فانا النهارده بلعب ثلاث مباريات، الثلاث مباريات دايما في الدور الاول بتبقى متدرجه، ده انت ممكن تخسر ماتش الافتتاح، وده حصل سنه 86 مع مايك سميث الانجليزي، وكان معاه المرحوم الكابتن شحته، خسرنا في ماتش الافتتاح كان تقريبا مع السنغال او كوت ديفوار مش فاكر بالظبط، يعني خسرنا اول ماتش وخدنا البطوله.
انت ليه برضو كانوا معسكر ومعسكرات كانت الى حد ما طويل عشان المفهوم والفكر والرؤيه اللي عندك كجهاز توصل للاعب، وبعدين بتاخد حضرتك بتقول من كلامك ده ان احنا طول عمرنا مؤشراتنا بتبدا وبتزيد تدريجيا وبتزيد في الاداء تدريجياً لاعلى نقطه في نهائي اي بطوله في النهائي مش العكس. لا مش كمان الاداء بيقل من مباراه الاخرى. ايوه فطبعا شيء غريب انك انت كمعسكر انك تخش قبل البطوله ب 10 ايام. طب ما انت عندك احتمالات، انت هتلعب ثلاث ماتشات في الدور الاول، الثلاث ماتشات دول ثلاث فرق مختلفه، فاحتمالات كبيره طبعا هناك تغيير طفيف مثلا او كبير في الاسلوب اللي هتلعب بيه هنا او الوسائل المستخدمه هنا غير الوسائل المستخدمه. طالما المنافس بيتغير لازم أيوه لان تبقى هتتغير ايه معاك، والواجبات بتاع اللعيبه ممكن تتغير معاك. طبعا يعني ده كان له اعتقد انه كان له تاثير في الاعداد النفسي، لان انا اما اجي اقول ايه انا جاي بلعب على البطوله. يعني انا اذكر برضو كابتن جوهر الله يرحمه، يعني هو حاضر معانا لان دي امثله كتير انا اعرفها، ساعه ما مسك منتخب مصر 89 اما وصلنا كاس العالم 90 من اللاعبين يعني اللي كانوا معايا، انا ما كنت بطلت طبعا ما ساعدنيش الحظ ان انا يعني اكون معاهم، يعني كنت بطلت بقالي فتره. واحد من اللعيبه بحكم علاقته كان بيه، هو كان برضه من عندنا من الترسانه، فبرضه انا كراجل بشتغل في المجال برضه ببقى عايز اكتسب خبرات معينه اياميها او اخد افكار من البعض. وكان محمد رمضان بيقول لي اول اجتماع للمنتخب كان الكابتن جوهر الله يرحمه حاطط عنوان كده او هدف الوصول لكاس العالم ايطاليا سنه 90. خلاص هنا بقت اللعيبه داخله خلاص، ده الحافز اللي هيبداوا يفكروا فيه، ده الهدف اللي بيشتغلوا عليه، ده التارجت او الهدف الفريق هيشتغل، فالكل جاي يشتغل. فنمره واحد كاعداد نفسي طويل المدى خليت اللعيبه متعلقه بهدف بتعمل على الوصول من اجله. صحيح كان عمليه تدريجيه من تصفيه لتصفيه لتصفيه لحد الايه الوصول. احنا للاسف ده وجهه نظري ما اعتقدش ان ده حصل. ليه؟ لان الفتره كانت قليله قوي، المنتخب ما كانش بيتجمع كتير، يمكن كان الكابتن جوهري بيجمعهم كتير، مع الكابتن حسن شحاته اتجمعوا كتير، مع المدربين كلها كانوا بيتجمعوا كتير. اذا دي صفه اصيله في اللاعبين المصريين، ان لما بتكون وخصوصا لما داخل بقى تلعب في بطوله يعني زي الايه الحاله الاجتماعيه مأثره فينا احنا كاسره، لما بيجي مثلا شهر رمضان تلاقي الاسر كلها بتجتمع، حتى اللي ما بيشوفش فلان ولا علان في رمضان بيجتمع معاه على الفطار على السحور على على على، فدي يعني صفه اجتماعيه. وطبعا الصفات الاجتماعيه بتنعكس تلقائي على العمل اللي انت بتشتغل فيه، فدي اعتقد انها اثرت. ممكن يطلع واحد يقول لك يا عم ده اللعيبه كلهم محترفين، ايوه كلهم محترفين بس ما بيشتغلوش مع الراجل ده، ما بيجتمعوش كلهم مع بعض. الـ 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 الانسجام الاجتماعي ان انا وانت بنلعب مع بعض ازاي اوجد روح الفريق بين المجموعه دي يبقوا بس انا ساكن في مش عارف فين او بلعب فين وجاي النهارده بسمع عنك لكن ما قعدتش معاك، ما تفكيرك انا ما دخلتش جواه. اما بنقعد مع بعض كلاعيبه بنقعد، وخصوصا اللي خطوطهم قريبه من بعض او مراكزهم قريبه من بعض، بياخد ويدي مع طبعا لما بتيجي للتوجيهات للمدرب مع يفهموا بعض اكتر ويقدروا طبعاً يكملوا بعض، بتبقى في ارتياح نفسي وفني. يعني هل حضرتك كلامك ده معناه انك ما كنتش شايف ان في تناغم بين خطوط الفريق او عناصر الفريق في البطوله؟ اعتقد طبعا الاعداد الفني والنفسي ما كانش بالدرجه الكافيه ليوصلنا للنجاح المطلوب. يمكن كانوا معتمدين نسبيا على، ودي اعتقد من خلال حتى الدعايه والاعلان،
ان احنا بنلعب البطوله في ملعبنا، والفكره كلها اللي عندنا النهائي هنلعبه مع مين. ما فكرناش في الخطوات الاولانيه، حتى بدليل ان الجماهير وامال الجماهير، انا اقول لك ولادي كانوا بيفكروا هنقابل الكاميرون ولا نيجيريا بعد الماتش بتاع جنوب افريقيا. لا انا بتكلم طبعا قبل ماتش الكاميرون ونيجيريا كان الجمهور بيتكلم هنلعب مين فيهم. ايوه دي نمره واحد. لا دي يا ريت بيقول هنلعب مين فيهم، ده كانوا بيتكلموا ماتش جنوب افريقيا خلاص انت هتلعب معاه، عايزين لان الاعلانات كلها بتقول ان الباب بيع التذاكر للفتره الجايه كلها هيغلق تقريبا يوم 9 يوليو، فكانوا بيفكروا ازاي هيروحوا يشتروا التذاكر. فالناس كلها كان عندها امال. بس احنا كجمهور بقى كابتن شاكر، بعيدا عن كنا اعلاميين او حضرتك بخبراتك في عالم التدريب، لينا لنا اعذار في ده ان احنا واثقين في ان طبيعي. ما انا بقول لك على ارضه على ملعبه الدوله كمل جامد. ما انا بقول لك المنتخب ان مفيش مباراه، احنا بنتكلم في امتى هنقابل منتخب زي الجزائر مثلا اللي هو ظهر برده بمستوى قوي في البطوله. انا بقول لك يعني دوت ليه؟ لان هم هيئوا الناس، لان احنا مكملين سكتنا مكملة للنهاية، ده شيء جميل. بس هل انت سعيت اشتغلت صح واشتغلت عشان تبقى ماشي في الطريق دوت؟ طب سؤال بقى ضمن منظومة العمل دي، وقبل ما ننتقل للجانب الفنية والتكليفات أجيري وجهازه الفني، موجود تاريخ مصري في كرة القدم بيقول، سواء بقى مع كابتن حسن شحاتة ربنا يديله الصحة، مع الكابتن الجوهري رحمه الله، كاس امم 98 مستوى احترافي عالي جدا في الاداء واستفاده بكل الفرص اللي اتيحت لينا، ودفاع منظم الى اخر ما قيل عن الفريق. 2006 2010 و2008 2010 جيل طبعا متعب، تريكا، حسام غالي، حسني عبد رب، وزيدان، وائل جمعه، هذا الجيل العملاق من النجوم. ثلاث بطولات، ظهور وفوز على بطل العالم ايطاليا، حامل اللقب لقب كاس العالم، وعرض اكثر من رائع من افضل عروض اللي اتقدمت في تاريخ الكره المصريه امام البرازيل، وفوز صعب البرازيل 4-3 الى اخر هذه الامور. ويوجد لينا كمان في الذاكره مع الكابتن الجوهري مباراه من احلى المباريات، 1-1 مع هولندا، وتعادلين وهزيمه واحده في مجموعه، ده مع مدربين مصريين. اما ما لدينا في الذاكره عن المدربين الاجانب، 3-0 في كاس العالم، روسيا والسعوديه واوروجواي، بنخرج امام الكاميرون، عمرنا ما كنا بنخسر فاينل بطوله افريقيا، ده مع الاخ السابق المدير الفني كوبر، ويلي اجيري وهو شبهه قوي الحقيقه في طريقه الاداء، يعني لدرجه افتكرت ان هم جايين من مدرسه كرويه واحده او من نفس البلد او كانوا بيلعبوا كوره مع بعض وهم صغيرين، الشكل اللي شفناه في البطوله دي والخروج على ملعبنا في دور ال 16. ايه اللي حضرتك شايفه؟ ليه بنختار مدرب اجنبي وبالارقام دي؟ ايه عقده الخواجه اللي عندنا؟ والله يعني شيء طبعا عليه علامات استفهام كبيره. يعني لو جينا حتى برادلي ساعه ما جم يتعاقدوا معاه، بوب برادلي الامريكي انا هتتعاقد مع مصر ومع فريق مصري ودوله مصر هي اللي تتعاقد معاه، انا بروح اوقع معاه ليه العقد في انجلترا؟ ما دي عليها علامه استفهام كبيره قوي، وفي ناس تقدر تجاوب عليها من الموجودين حاليا وعاشوا الفتره دي كلها. انت النهارده أجيري ايه اللي استندت عليه عشان بتختاره ضمن مجموعه من المدربين؟ بعد كاس العالم 2018 من هي المدربين اللي انت اتفاوضت معاهم طبقا لرؤيه وتخطيط قصير المدى وبعيد المدى خاص بكره القدم في مصر، ومن تقييم موضوعي لشكل الكره اللي بيقدمها المدرب ده قبل ما تعرف؟ طبيعي. عارف حضرتك تتذكر بعد كاس العالم لما قالوا كوبر مش هيكمل، قالوا اسم او اشار اسم المدير الفني، انا مش متذكر اسم دلوقتي، اللي كان ماسك منتخب استراليا في كاس العالم. تابعنا المباريات، قلنا المنتخب الاسترالي لم يقدم شيء ملفت في كاس العالم، ولا الكره كانت يعني الناس اتكلمت عنها، لا اصلا ولا في حاجه خالص. المدربين ايه اليات الاختيار؟ المدربين اصحاب الامكانيات والقدرات على مستوى العالم معروفين، لكن انت ايه رؤيتك وايه الاسس والمواصفات اللي عليها بتختار؟ وخاصه انا اما اديله 108 او 109 الف يورو في الشهر، ده مش مبلغ، ده انا يمكن بقيت زي اثرياء
الدول العربية اللي هي بتجيب عندها قدرات أو عندها إمكانيات، يعني زي ما مثلا الإمارات جابت كارلوس قبل كده، جابت مدربين ليها أسماء كبيرة بتاخد فلوس. أنت كمان دخلت في الإيه؟ في الشريحة الأعلى، في الشريحة الأعلى، شريحة عالية في المدربين الماليا. واحنا شايفين حوالينا ناس بتقدم مستويات افضل وبرواتب اقل. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، مدرب مدير فني لمنتخب الجزائر بيتقاضى تقريبا نصف ما يتقاضى اجيري. الحاجه الثانيه في واحد في الجهاز كان مدرب، كان لعيب كبير، يعني ما سمعناش انه بيمرن في حته، سالجادو، ميشيل سالجادو، كان لعيب كبير الباك اليمين بتاع ريال مدريد اكيد. وبعدين بعد كده عرفنا انه ما بيجيش غير على لو عندك مباراة أو عندك بطولة، بيجي قبليها بأسبوع. يعني هو في مدرب، أنا أعرف إن في دكتور زائر، محاضر زائر، مدرب بيشتغل بالقطعة كده، لكن مدرب مدرب يعني زائر ما يعرفش حاجة عن اللعيبة غير لما يجي، وأكيد صوته مسموع مع المدرب. هل ده لمجرد إنه كان سالجادو اسم كبير، الباك كالعب الكبير العظيم مع ريال مدريد ومع اسبانيا؟ يعني مع ان ده مش معيار، يعني اللعيب الكبير ما فيش افضل من مارادونا في تاريخ الكوره، تجاربه كمدرب مش مفكره، ملهاش علاقه. فدي حاجه من ضمن الحاجات اللي برضو تحط قدامها علامة استفهام. طيب انت جايب جهاز ليه؟ التشكيل دوت كله. حضرتك ما بتزعلش شخصيا لما تلاقي طول الوقت التصريحات من المسؤولين عن الكوره او الرياضه في مصر تحديدا كره القدم واتحاد الكوره يقول لا لا الفتره الجايه ما تناسبش المدرب المصري؟ يا جماعه ما عندناش في تاريخنا الا نجاحات مع مدير فني مصر، انتوا ليه ده مش حاطينه قدامكم مثال تشتغلوا عليه؟ طبعا احنا الاجانب ما بيضيفولناش حاجه، حاجه تزعل يعني بصفه عامه، سواء حتى على مستوى الانديه. انا بتكلم على مستوى حتى المنتخبات، انا بقول لك في بعض نجاحات حصلت سواء على مستوى الانديه او مستوى المنتخبات. ما هو في انديه ظروفها وطبيعتها لازم يكون عندها مدرب اجنبي، وحتى المدرب الاجنبي اللي موجود بيبقى معاه ناس فنيين مصريين من النادي. ان ما كانوش مساعدين عمليين معاه في الملعب، تبقى على الاقل في لجنه كوره عندها رؤيه عمليه، مش لجنه كوره صوره انا بس مجرد اقول انا عندي لجنه كوره. لا، نفس القصه احنا عندنا في اتحاد الكوره، مين اللجنه الفنيه؟ اللجنه الفنيه دي روح اتحادات الكره في العالم كله، هي اللي بتخطط وبتختار وبتقول الراي يعني الفني اللي بيؤثر في القرار. ده الاتحاد الدولي بيشكل لجنه فنيه لما بيجي يعمل شيء. ليه؟ لان دي لجنه مهنيه. النهارده انا عايز اعمل حاجه في الهندسه، هجيب لجنه هندسيه ولا لجنه طبيه؟ هجيب لجنه هندسيه دي اللي هي التكنوقراط، دي اللي هي من المجال نفسه، لازم الحاجه العمليه الناس اللي هتشتغل. دي برضو ناقصه في الانديه كلها في مصر. يمكن حتى النادي الاهلي الفتره اللي فاتت ما كانتش موجوده، كانت موجوده وبعدين حصل حاجه، بعد كده عملوا لجنه فنيه للتخطيط كمان وللشغل داخل النادي الاهلي، طبعا بقياده استاذنا الكبير كابتن طه اسماعيل، وطبعا جميع الاخوه الزملاء اللي معاه. عند حضرتك تفسير لده، فكره انه طول الوقت لازم مدير فني المنتخب اجنبي اجنبي اجنبي، وناخد كل درس وناخد كل مقلب في مدير فني ورا الثاني ليس فنيا على المستوى؟ يعني كابتن الجوهري الله يرحمه، كابتن حسن شحاته، اعتقد انهم بلغه كره القدم يحضروا يدوا دروس في كره القدم لبعض الناس اللي شفناها في الفتره اللي فاتت، يعني وقيمه ماليه ضخمه قوي، كاني متعاقد مع خبير هيعمل طفره وتطوير، مفيش، ما بيتعلمش. هي القصه احيانا وده طبعا مش عذر، ان يقول لك ايه، انا هبعد عن اختيار مدرب مواطن مصري عشان الحساسيه اللي جبت. طبعا بقول لك ده مش عذر ابدا. انت ما ده عشان كده بنقول ايه، دايما شوف نسبه نجاحاتك مع مين. اذا دي الشخصيه الملائمه. نفس القصه بتبقى موجوده في الانديه، ممكن تروح تجيب مدرب كويس وكبير قوي، لكن احساسه و يعني فكرته عن المكان تكاد تكون صفر، وبالتالي بيبقى غصب عنه لما يحصل اخفاق. لكن برضه بتلاقي المسؤولين بيحاولوا يجيبوا شكل اسم لمجرد انه ايه، إن نوع من الدعايه، ان ده يعني نوع من الدعايه او نوع من ان انا ايه بعدت عن كذا او بعدت عن كذا. انت اهم حاجه عندك انت رؤيتك ايه، وتجيب
الشخص المناسب لتنفيذ الرؤية لإيه؟ للعمل على تحقيق الأهداف من خلال الرؤية اللي انت بتتكلم ده فيها. ده الكلام بقى اللي لو بنطبق اللي حضرتك قلته ده كلام مهم جدا طبعا. لو بنعرف نحط استراتيجية كروية فنية حقيقية عشان اجيب حد يشتغل على البروجرام ده اللي معمول ولا انا بجيب مدرب واشوفه عايز يعمل ايه اللي في دماغه يعني يحب يعمل ايه. لا هي القصة كلها يعني ما تعرفش ايه هي الأسس اللي بناء عليها يختاروا المدرب. طيب في حاجه تانية اتقالت برضو عايز حضرتك تعلق عليها والكلام ده يعني هنكمل رؤيه حضرتك للمدرب والجهاز الفني وقدراته وادائنا خلال البطوله دي من الناحيه الفنيه. قبل البطوله وتوقفنا عن الكلام جه وقت كان الشارع المصري كله المشجعين المصريين اللي دعموا هذا المنتخب بلا حدود وكانوا يتمنوا يدعموه لاخر يوم في البطوله وما زلنا نقول الكل كان يتمنى فوز منتخب مصر ونجاحه مش اي اخفاق ومحدش يمكن ان يسعد باخفاق منتخب بلده الا لو كان مريض لكن الكل بيقف على اسباب الفشل عشان ما تتكررش وبيقول لابد من مراجعه حقيقيه لاسباب الفشل خصوصا لو تكرر وتكررت نفس الاخطاء في الاختيارات او في المجاملات والحاجات اللي سببت المهزله اللي شفناها دي. كابتن شاكر ناس قالت ان في لعيبه كتير كانت احق بالانضمام للمنتخب وانهم كانوا هيعملوا لنا بلغه كره القدم دكه تقيله مميزه ممكن لو تعثرنا في اي ماتش المدرب يلاقي حد يسنده بره. الجهاز الفني اصر وجينا في وقت قلنا خلاص نتوقف بقى عن النقد وعن الاختلاف مع المنتخب الان وقت دعم المنتخب ونبتدي البطوله. حضرتك مع الاراء دي ولا اللي كانت بتقول فيها اسماء كتيره ممكن حضرتك تستعرض بعض الاسماء اللي كنت تتمنى هو طبعا الاختيار هو بيبقى وجهات نظر الاول بس في حاجه قبل وجهات النظر يمكن انا اتكلمت عليها في الاول لان انا عارف ان احنا هنيجي للنقطه دي رؤيه المدير الفني اما قلت ان الكابتن جوهري الله يرحمه كانت عنده رؤيه وحط مواصفات لمين اللي يقدر يطبق اللي هو الرؤيه دي اللي هو عايزها وبناء عليها بيختار النوعيه اللي هو عايزها. احنا للاسف الشديد ما عرفناش وده مش عيب لما انا كمدير فني بقول انا محتاج مواصفات اللعيبه اللي تبقى معايا يكون عنصر اللياقه البدنيه يكون عالي المهاره ده شيء طبيعي لانه لاعب كره قدم بس المهارات ما هي بتختلف في مثلا كبندي مثال بسيط بطوله وبتلعبها في مصر الفرق اللي هتلعبك كلها بشكل عام هتلاقيها بتدافع بشكل قوي يبقى أنا محتاج للعيبة ذو مهارات عالية وخاصة في المحاورة يبقى أنا محتاج للعيبة بدنيا عالية وخاصة أنك بتلاعب لاعبين القارة الأفريقية كلهم بيتميزوا بالقوة وبالسرعة وبالجسم القوي بالإضافة لأن كمان الناحية المهارية والتكتيكية ارتفعت بشكل كبير عن قبل كده فأنا المفروض أبحط مواصفات للاعبين اللي أنا هيشتغلوا معايا وينفذوا لي الرؤية الفنية بتاعتي. إحنا ما عرفناش هي إيه المقاييس الأول لأن إحنا أصلا من الأول ما عرفناش هي إيه المقاييس اللي جابوا الرؤية الفنية اللي عايزين نطبقها اللي إحنا عايزين نطبقها. واضح إن هو يعني عنده فكرة او بيعتقد في حاجه معينه ان اللاعب اللي بيلعب بره محترف في اوروبا هو بالنسبه لي ده جاهز 100% فانا هستخدمه وخلاص مكنه وهدوس على الزرار كوبر قبله كان بيفكر كده ايوه وهدوس على الزرار وخلاص بدليل ان احنا عندنا لعيبه في المسابقه المحليه بتاعتنا اجادوا بشكل كبير ودي وجهه نظر يمكن ممكن تكون خاصه بيا ممكن كتير بيتبنوا الفكره دي يعني خاصيت بالذكر اسمين او ثلاثه افضل لاعبين في البطوله دي مين؟ يعني مثلا في لعيبه تخطوهم ما خدهمش ما انا برضو قلت لك الاول لازم رؤيته هل هو يا ترى رؤيته ان مثلا لا انا لسه هتكلم مع حضرتك في هرجع لسؤالي تاني انا مش ناسي السؤال ده انا عايز اعرف راي حضرتك في الاسماء اللي قيل انها لو كانت انضمت كانت ممكن تبقى على دكه البدلاء لها تاثير او تتقل المنتخب بلغه الكوره هنرجع للسؤال ده تاني لكن مين من لاعبينا اللي شاركوا في البطوله حضرتك شايف انه قدم عليه او كان في احسن حالاته فنيا وبدنيا هو طبعا يعني نمره واحد اللي ادى المباريات كلها لحد الان بمستوى ثابت وادى واجباته في حدود
المتاح ليه واجبات المركز اللي بيلعب فيه هم يمكن يعتبروا اثنين. طارق حامد في وسط الملعب كراجل بيلعب لاعب وسط مدافع مهمته استخلاص الكرة وبعدين تمريرها للايه للزميل في بجودة عالية، فأخطاؤه كانت قليلة جدا قليلة جدا. نمرة اثنين طبعا كان الشناوي، يعني الأربع مباريات لعبهم بمستوى أكتر من جيد جدا، حتى المباراة الأخيرة مباراة الخروج دي الناس راضية جدا عن أداء الشناوي، شايفت أنه تألق فيه، ده منع أكتر من هدف. يعني احنا الشناوي اختبر، حارس جنوب أفريقيا ما اختبرش خالص. فيمكن طارق حامد والشناوي دول اكتر اتنين ادوا واجباتهم. طب ده ينقلني لسؤال مهم قد يكون سؤال محرج شوية بس لازم اسأله حضرتك. افضل ثلاث نجوم في البطولة دي بالمعايير التسويقية والشهرة والنجومية والتصنيف عالميا دلوقتي محمد صلاح من مصر، ساديو ماني من السنغال، رياض محرز من الجزائر. ما زال منتخب الجزائر مع نجمه رياض محرز مستمر في السباق، ما زال السنغال مع نجمه ساديو ماني. لماذا خرجنا ونحن نمتلك واحد من افضل النجوم في العالم حاليا باجماع الاراء؟ هل احنا والجزائر متقدمه دلوقتي 1-0 كمان، لسه زملائي بيبلغوني من الكنترول، هل احنا لم نوظف محمد صلاح ولم نصنع له الفرص او لم نكمل اداؤه كما يجد المحيط به وزملائه في ليفربول، ولا هو نفسه ما كانش في احسن حالاته، ولا هو جاي مجهد بعد موسم شق جدا؟ في ناس كتير بتقول هل لم يقدم صلاح ما هو مرجو منه وما يليق بحجم موهبته ونجوميته اللي كانت بتخلينا نقول ان هذا اللاعب يمكن كسوبر ستار لمنتخب مصر وواحد اصبح من سوبر ستارز العالم كله، انه يرجح كفتنا في عدد من اللقاءات حتى بشغل فردي احيانا، ده بيعمله اكتر من نجم بمقاييس محمد صلاح، ولا هو ظلم لانه لم يجد حواليه البيئه بمقاييس الكوره والفنيات في الملعب اللي تصنع له او تساعده على صناعه الاهداف واحراز الاهداف؟ هو طبعا يعني كره القدم امكانيات فرديه وجماعيه، مهما كانت قدرات محمد صلاح فهو محتاج للتعاون او تقديم المعاونه، والفكر والنوعيه اللي بيلعب جنبها محمد صلاح في ليفربول اكيد بتختلف عن الفكر اللي هو بيلعب من خلاله. هو ده كان عبء على صلاح، ليه؟ لان بقت الفكره كلها وانت مغمض تكلم احد يقول لك ايه ده احنا معانا صلاح، فالناس بتفكر ان هو لوحده ده البطل بقى كل حاجه، فاحنا ايه لو رمينا له الكوره هو هيتصرف. برضو دي ناحيه نفسيه اثرت في بعض او في كتير من اللاعبين. في لعيبه كانت في الملعب بتدور على صلاح عايز تديله الكوره وخلاص، هل هو في موقف صعب او مش موقف صعب؟ ودي من الحاجات اللي انا استغربت ليها امبارح برضو، ان واضح او فرقه جنوب افريقيا يمكن احسن فرقه قدرت تلعب قدام صلاح. حضرتك تقصد تحجم من تاثيره في يعني الراجل الظهير الايسر عندهم رقم 18 ومن احسن اللاعبين، حتى لما كان بيطلع وبيبقى صلاح فاضي واضح ان كانت في تعليمات بان المدافع الوسط في واحد بيلعب مان تو مان طول الوقت بسرعه يروح رايح مايل في ظهر المدافع الايسر ده عشان لو راحت لصلاح يبقى في لعيب بيقابله عبال الراجل ما يغطي المركز بتاعه. طبعا دي كلها بقت عبء كبير على صلاح، مش هيقدر يديك بالشكل اللي انت الناس متوقعه انه يقدر يقسم كل الحاجه الثانيه. يعني امبارح انت كمدرب قاعد شفت ان النجم بتاعك او افضل اللاعبين عندك او اللي بتعتمد عليه بشكل كبير مضيق عليه المساحات وبيلعب عليه لعيبه عارفين ان ده مصدر الخطوره هنا، انت ما فكرتش ليه زي ما بيحصل على الاقل غش؟ يعني يورجن كلوب بيفكر ازاي لما بيبقى صلاح متراقب كويس، بيبقى صلاح في حاجه صعب يروح مدخله ويلعبه جوه ينقله شويه ناحيه الشمال عشان يبدا يفضي مساحه لحد تاني من المهاجمين، خليه الخصم اللي قدامه يمكن ينساه شويه. ده هينقلنا للسؤال التاني، انه حد تاني من المهاجمين معناه ان كنا محتاجين دكه البدلاء تبقى جيده، يبقى في اوراق بره زي كهربا ورمضان صبحي ومجموعه من اللاعبين صالح جمعه، مجموعه من اللاعبين اللي عندهم حلول اللي تقدر تنزل، ولما يبقى في رقابه مزدوجه على صلاح او على تريزيجيه بتدي فرص للاعب تاني عنده امكانيات حقيقيه في الهجوم انه يخلص. ما هي أو يحرز هدف. دي النقطه اللي مش متوفره عندنا من اللاعبين اللي بيجوا من الخلف للامام، اللي هم لعيبه وسط الملعب بالذات. لعيبه وسط الملعب بالذات انت بتلعب باثنين مدافعين وسط، طارق حامد ومحمد النني،
مع احترامي طبعا لمحمد النني كلاعب السنه دي كلها ما بيلعبش في الارسنال، في ارسنال فاثرت في مستواه. النني من النوع اللي برضه يجيد استخلاص الكوره، يجيد تمريرها زيه زي طارق حامد، لكن ما عندكش لعيبه الوسط اللي هي الدريبلر اللي هي بتحاور صح او بتوصل بالكوره للمهاجمين اللي هم بيلعبوا في الامام او بيتبادلوا الاماكن مع المهاجمين اللي هم بيلعبوا قدام. وده كان مفترض انه دور البلاي ميكر اللي عندنا، خصوصا انه المفترض انه اللاعب مهاري عبد الله السعيد والجمهور خرج غير راضي عن ادائه على الاطلاق، لان شايفين انه من العناصر اللي ما ظهرتش مستوى جيد على الاطلاق، لان عبد الله السعيد من نوع اللي هو تمرير جيد، يشوط كويس، يعمل لونج باس كويس، لكن عبد الله مش محاور عالي المستوى، وللاسف كمان ايقاعه بالكره بطيء، يقدر يجي حركته مش سريعه، يقدر يجي من ورا لقدام. فطبعا دايما اللاعب في كره القدم الحديثه اللي بيقدر يحاور لاعب واثنين فبيحرر المهاجم من الرقابه، بتضطر تيجي تقابله هو. دي نقط فنيه يمكن ما كانتش متوفره عندنا، يمكن هي في تريزيجيه برضو. اما تريزيجيه يلعب الاربع مباريات ورا بعض ومفيش مسانده من نفس من ناحية الشمال، من ناحية الشمال من نفس العينة، البدني عليه كبير، فما تقدرش يعني. انت امبارح المباراة بدأوا كويس امبارح، يعني الحق اتقال ليه؟ كانت الخطوط الثلاثة بتاعتنا كلها على طول في نص الملعب بتاع جنوب افريقيا، بس جنوب افريقيا الاخرين واقفين صح 100%. وبعدين عندهم شيء مهم جدا بيعملوه بقى، الناحية الدفاعية عندهم برؤية جيدة، الشق الهجومي بيعملوه بدون توتر بدون خوف، بحيث ان هم يروحوا ماسكين الكوره مش هيش ايه مش هيشتت. هرجع لحضرتك نسمع رؤيتك كابتن شاكر، لكن كمان هيشارك معنا هاتفيا واحد من كبار نجوم كره القدم في تاريخ مصر والنادي الاهلي والمدير الفني لمنتخب مصر للشباب كابتن ربيع ياسين. مساء الخير يا كابتن ربيع. محمد ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك وسعداء بمشاركتك معنا. ومعنا في الاستوديو ضيفنا الكابتن شاكر عبد الفتاح. يا كابتن شاكر كابتن كبير ومدرب كبير، ازيك يا كابتن ربيع؟ ازيك كابتن، ازي حضرتك عامل ايه يا كابتن؟ الحمد لله بخير ربنا يخليك. كله كويس الحمد لله، ربنا يطمن عليك. كابتن ربيع رايك ايه بمنتهى الصراحه فنيا في منتخبنا خلال مشواره في البطوله وصولا الى دور ال 16 وتحديدا في مباراتنا امس امام جنوب افريقيا والخروج المبكر من البطوله في دور ال 16؟ لا هو حضرتك بالنسبه لفرقتنا اساسا في كل الجوانب الفنيه بتاعت الكوره مش موجوده، يعني خد حضرتك على المستوى البدني والمهاري والخبره، ما شفناش اي تطوير، ما شفناش اي بناء، ما شفناش اي فلسفه، ما شفناش اي تجانس، ما شفناش تفاهم. لا الدنيا عندنا، ولما لعبنا ماتش كرة افريقيا بنت فرقه منظمه جدا، عندها تقارب خطوط، عندها فرديات، عندها على المستوى في تطوير غير في نهاية الهجمه، كشفنا محمد يعني الجانب الفني كنا بنفتقره تماما. وانا قدرات، انا منتظر هي قدرات، واحد ضد واحد و11 ضد 11، فالقدرات في القدرات الفنيه بتاعتها كانت محدوده جدا جدا جدا. مش ده منتخب مش ده الجيل اللي كنا نامل ان يقدم كوره كويسه. احنا طبعا كنا في ظهر المنتخب ونقول الماتش اللي جاي هيبقى انا احسن ماتش وبنكسب وعلامه كامله، بس في اداء في بعاد جدا من كل البعد عن الاداء اللي كنا منتظرينه من هذا المنتخب. فانا اعتقد ان فنيا منتخبنا قدم بطوله ضعيفه جدا جدا يا استاذ محمد. كابتن ربيع ايه امتى ممكن ننتهي او نتخلص من عقده الخواجه في اختيار المدير الفني لمنتخبنا الوطني الاول واحترام تاريخنا وكل ما لدينا في جعبتنا من نجاحات في تاريخ الكره المصريه كلها مع منتخبنا الاول مع مدربين او مع مدير فني مصري؟ ليه ما بنستفدش من التجارب السابقه ونتعلم من الدروس اللي بناخدها مع كل مقلب جديد بيتسبب فيه مدرب قليل جدا فنيا او ضعيف جدا فنيا بنتعاقد معاه بمبالغ ضخمه مبالغ فيها لا يستحقها؟ لان يا استاذ محمد لازم يبقى في لجنه كبيره على اعلى مستوى، اللجنه دي تضم نجوم كبار، تضم اعلام، تضم ناس مثقفين. اختيار المدير الفني لمنتخب مصر ما ينفعش يا استاذ محمد يا كابتن ان واحد بس هو اللي يقول لا، لا احنا في افريقيا اللاعب المصري له مواصفات، محتاج مدرب معين بالمواصفات اللي احنا عاوزينها وتنجح معانا زي ما نجح في الاهلي ونجح في الزمالك. في مدربين مش اي حد يجي مصر ينجح معانا، مش اي حد ينجح مع
ماتشات الافريقيه او افريقيا عموما. فاحنا محتاجين لجنه كبيره على اعلى مستوى تختار بدقه وبعنايه فائقه مدرب. المدرب ما ينفعش واحد ياخد قرار في مدرب خالص يا كابتن محمد. يعني دي اقل حاجه، انك عندك نجوم كبار ما شاء الله، عندك ناس تختار، لان المدربين الكبار موجودين وافريقيا مليانه ما شاء الله. فبعنايه فائقه غير عاديه. يعني هل حضرتك بتتفق مع كابتن شاكر عبد الفتاح انه قال في امر مهم جدا في اصلاح امور الكوره في مصر، انه نبدا بان يكون في لجنه فنيه مميزه او لجنه حقيقيه كلامها بيعتد بيه وملزم في الجوانب الفنيه لمجلس اداره الاتحاد كله؟ يا استاذ محمد، احنا الكابتن صالح سليم الله يرحمه، الماسترو اللي هو الماسترو كان عامل لجنه فنيه، ما كان ممكن لك على صالح سليم، لكن صح لجنه فنيه على مستوى، لجنه فنيه تضم اسماء كبيره جدا، شخصيات عظيمه ما تخافش، الحمد لله عندها الجرأه تاخد قرار للصالح العام. انا اي طبعا مع كلام الكابتن شاكر، لازم يكون لجنه فنيه على اعلى مستوى، والنجوم اللي في مصر ما شاء الله، وفي يعني ما تعمل لجنه من ناس كبيره موجوده الحمد لله على مستوى مصر، مليانه بالنجوم، مصر مليانه بالنادي والناس المحترمه، مصر مليانه ما شاء الله. فانا اي طبعا كلام الكابتن شاكر، لازم يكون في لجنه فنيه على اعلى مستوى عشان تختار المدرب القادم لمنتخب مصر بمشيئه الله تعالى. بعيدا عن الاخفاق الفني وخروج منتخبنا طبعا اللي كنا بنتمنى يستمر لاخر يوم في البطوله، حضرتك حابب تقول ايه لكل اللي بيتابعك وبيسمعك دلوقتي عبر شاشه قناه الاهلي عن دور الجمهور في يعني المساهمه والتواجد والتركيز على نجاح البطوله لاخر يوم فيها ان شاء الله؟ البطوله طبعا الجمهور، البطوله رائعه وافتتاح رائع ما شاء الله، وتنظيم رائع، وملاعب ما شاء الله على المستوى، وجمهور انا بقول ان نجم البطوله الاول هو صراحه الجمهور المصري ما شاء الله. وان شاء الله احنا برضه يا استاذ محمد ذكر شاكر، واذا كان ربنا ما قدرش البطوله دي اللي بعدها ان شاء الله تعالى، لان المصريين بيقدموا نموذج رائع كده من الترابط والحب والاحترام والتصرفات. فان شاء الله باذن الله اذا ما كانش في توفيق البطوله دي، اذا في توفيق البطوله القادمه ان شاء الله، بشكر كل القائمين على تنظيم هذه البطوله، ان شاء الله يبقى التوفيق القادم في البطوله القادمه باذن الله نكون موفقين وناخذ بالاسباب ونعدل من طريقه ادارتنا الامور كره القدم فنيا تحديدا علشان الامور تتحسن باذن الله ومؤشراتها تبقى ايجابيه. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا لك كابتن ربيع ياسين نجم نادي الاهلي والكره المصريه سابقا والمدير الفني لمنتخب الشباب. اتفضل يا كابتن شاكر، تعقيب حضرتك على اللي قاله كابتن ربيع، وهو كنت حضرتك بتتكلم في نفس الاتجاه اللي بدا بيه عن فكره ترابط الخطوط اللي شفناها في اداء منتخب جنوب افريقيا بالامس. ابتعد عن الاسماء اللي الناس طلبت بيها وقالت ان ممكن يبقى في اوراق مع وجود لاعب بخبرات وليد سليمان ومهاراته، لكنه لعب يعني مساحه قليله من الدقائق بالامس، او ما كانش بيشارك بدرجه كافيه مع المنتخب. لكن عموما اللاعبين اللي من النوعيه دي، رمضان، كهربا، اللي بيقدروا يعملوا فرق في لحظه. انت طول ما انت معاك ادوات بتبقى عندك حريه في الايه؟ في التفكير وفي الاستبدال وفي التغيير الفكر. بقت عندك واحد بيعرف يحاور، واحد سريع، واحد بيدافع، لان كره القدم هي ثلاث خطوط متقاربه متجانسه متوافقه مع بعضيها. فلازم يكون عندي كل العناصر، وخصوصا في بطوله كل العناصر اللي زي دي، وخاصه ان انا هتنقل من دور ممكن يكون في الثلاث ماتشات الاولين بجمع، يعني في فرق دخلت وعندها نقطتين وفرق دخلت وعندها ثلاثه. انا كل يعني بقينا بنقول احنا جايبنا العلامه الكامله، طب انا ما عنديش اللي بيقدر يشتغل معايا على الوقت الطويل اللي هم الثلاث ماتشات. طب لما اجي اخش بقى في طريقه الملاكمه بالنوك اوت او بالضربه القاضيه، ما لازم يكون عندي اللي بيمتلك قوه الضربه القاضيه اللي هو يقدر يجيب لي هدف. يعني انا ما عنديش، مش متوفر في الفرقه بصفه عامه عنصر الهدافين المتغلب. يعني انت محمدي جايب جولين، تريزيجيه جايب جول، تريزيجيه جايب جولين، وصلاح جايب جولين، اي حد تاني ما فيش، حتى الفرص المهاجم الصريح ما فيش ولا واحد، حتى الفرص نجري. ما انت ممكن يبقى عندك ناس بتمتلك عنصر التهديف من نص الملعب بس مش متواجدين. برضو تريزيجيه مع احترامي طبعا وتقديري ليه كلاعب، لعيب كويس جدا وبيبذل جهد قوي جدا وبيصنع فرص وبيعاون، لكن ما هواش ما عندوش ميزه الهداف، ما عندوش ميزه الهداف الايه الساري. يعني ممكن يجيب لك جول كل 3 4 ماتشات، واحنا الناس تفائلت جدا بان تريزيجيه هيكون عامل مرجح لكافه الفريق لما انهى الهجمه واحرز الهدف في المباراه الاولى امام زيمبابوي.
الناس قالت ان شكل اداء تريزيجيه بيتطور، بس الحقيقه انه باقي المباريات ما كانش فيه الهجمه بالتهديد. في دي نفس المشكله اللي كانت في بتبقى صفات او مواصفات اصيله في اللاعب. تريزيجيه ما بيوصلش دايما للمرمى كتير، لكن بيوصل زمايله للمرمى كتير، فالحالات دي ما بيمرش بيها كتير. فالمهاجم او الرجل الهداف لما بيجي يجيب جول بيبقى دايما عنده احساس بالمكان، وده مهم قوي في الكوره. تريزيجيه الاحساس بالمكان عند المرمى مش بالشكل الكبير العالي قوي، لكن يعني امبارح هو هما الفرصتين اللي ضاعوا، الاولانيه اللي لعبها ببطن رجله في الشوط الاولاني اللي لعبها له صلاح، والثانيه اللي حب يلعبها مباشر. هو لو عنده الاحساس بالمكان كانت الاولانيه شاطها بوش رجله، الثانيه اتعملته التمريره طبعا ممتازه من محمد صلاح. هو لو عنده الاحساس بالمكان والرؤيه في المكان كان عرف ان هو بقى منفرد، يبقى كان ضمن الكوره الاول بدل ما كان يلعبها مباشره من غير ما يبص على المرمى. لكن هو طبعا بيؤدي اداء كبير ومفيد طبعاً، اللي طبعا مجهود في البطوله بس طبعاً. التجميعه بقى في الاخر مين مع مين، مين هيلعب لمين، هي دي الايه اللي افتقدناها. اخيرا حضرتك حابب تقول ايه للجمهور عن البطوله؟ عندنا لسه الحدث مستمر وده جزء مهم جدا لابد من التركيز عليه بعيدا عن حساباتنا الفنيه وقضيه المراجعه لاتحاد الكوره ومتابعه ما حدث وتسبب في هذا الخروج غير المرضي بل والمهين. حضرتك تقول ايه عن البطوله واسهمنا جميعا في يعني كيفيه المساهمه من الكل في ان تنجح البطوله ويستمر الاقبال عليها ومتابعتها لاخر يوم؟ طبعا يعني نتمنى نمره واحد يكتمل العمل الممتاز من بداية من الافتتاح التنظيم مجموعات العمل، سواء الناس اللي كانت بتستقبل الفرق اللي بتقوم على رعايتهم في التدريبات في الفنادق، التنظيم بتاع الوقت بتاعهم كتدريب كمباراة، طبعا دي كلها الحمد لله ماشية زي ما هي. نتمنى ان برضو الجماهير انها تروح تحضر المباريات عشان تنتهي فعلا البطوله بالشكل اللي بدات بيه، رغم ان احنا طبعا اصبحنا خارج المنافسه، لكن دوت يؤكد ان الشعب المصري شعب بيحب كره القدم بيستمتع بكره القدم. صحيح كنا نتمنى ان فرقتنا هي اللي تكون في الصداره، لكن لينا اشقاء عرب موجودين ان احنا نؤازرهم زي الجزائر زي تونس. في برضو اشقاء او اصدقاء افارقه لابد ان احنا برضو في ناس تسند وفي ناس اكيد بتحب الفرقه دي او بتحب الفرقه دي، استمتعوا بقى الجمهور يستمتع بقى بكرة الايه القدم بعيد عن اي اثاره او عن اي مشاكل. طبعا نتمنى ان المسؤولين على كرة القدم ايا كان هم مين ان هم فعلا تتعمل حتى بعد طبعا يقال ان طبعا معظم اعضاء مجلس اداره او مجلس اداره استقال، ان برضو ما نستناش حتى ايا كان اللي هيجي يدير العمل داخل اتحاد الكره دلوقتي باسرع ما يمكن يشكل على الاقل لجنه خاصه بكره القدم هي اللي تشتغل له وتعمل له التخطيط اللي المفروض. انت عندك الموسم لسه ما انتهاش، الموسم لسه فيه مباراتين للنادي الاهلي ومباراتين ثلاث مباريات للزمالك، طبعا فيهم اطراف المقاولين وفيهم الجونه والاهلي والزمالك. الموسم ما انتهاش، في كاس مصر موجود في الاجنده لحد الان، فيا ترى اللي هيجوا محتاجين 100% زي ما قلت وزي ما كابتن ربيع أيد الكلام في أن يكون في لجنة فنية كروية على مستوى عشان الموسم ينتهي وتكون بتخطط للموسم اللي جاي عشان خاطر ما يحصلش إخفاق في كرة القدم نتيجة الفصلة اللي ما بين اتحاد استقال وما بين ناس مسؤوله تدار الامور هتيجي في تدير المرحله دي المرحله مهم اللي جدا هي حتى يتولى اتحاد المسؤوليه او تنتهي. أيوة كل مهم جدا انك انت تختار ناس تدير لك الموضوع، وعندنا ناس اكفاء كتير قوي
نذكر منهم طبعا على سبيل المثال ربنا يديله الصحة، عقلية مفكرة كروية كبيرة، سواء كان لاعب أو مدرب أو محلل، كابتن طه إسماعيل. فلازم دلوقتي الظروف دي بتجبرني إن أنا لازم يبقى في تخطيط فني، إن الناس فعلا دي هي اللي تدير أو تخطط لكرة القدم وملهاش أي أغراض شخصية. نبقى موفقين وحتى نعتمد شوية على الخبرات المصرية أو نشوف الأنسب في الفترة الجاية، ونتخلص من عودة الخواجة وفكرة إن احنا نروح نجيب مدرب ب100 ولا 120 ولا 90 ألف دولار أو يورو في النهاية يطلع إنه ملوش علاقة بكرة القدم، وإنه أشبه بأن يكون أو أقرب لأن يكون مدرب في أي لعبة تانية، ممكن يكون مدرب كرة مية مش كرة قدم، وبندفع له فلوس لا بيلاقيها قبلنا ولا بعدنا في أي مكان تاني في العالم، ندفع له 3 أو 4 أضعاف ما يحصل عليه في أي مكان تاني. نرجو إن احنا نتخلص من العقدة دي وندير أمورنا ونثق في كفاءتنا شوية، إنه مش إضافة مجرد إني أقول مدرب أجنبي إلا لو كان إضافة فنية حقيقية ويستحق ما يتقاضاه، مش مجرد بالاسم إنه مدير فني وهو لا شيء وليس إضافة على الإطلاق. بالعكس أي مدرب مصري ممكن يديله محاضرات بلغة كرة القدم، ودي في أكتر من تجربة شفناها في الفترة اللي فاتت مؤسفة، ونتمنى إنها ما تتكررش في الفترة الجاية، ويبقى حساباتنا فيها ثقة شوية في قدراتنا ونبطل حكاية عقدة الخواجة في موضوع تدريب أو مدربي منتخب مصر الأول كرة القدم. بشكر حضرتك على وجودك معنا كابتن شكر عبد الفتاح، شكرا جزيلا لك. شكرا يا كابتن شكر، وشرفتنا على شاشة قناة الأهلي. مشاهدينا شكرا لكم على المتابعة، ابقوا معنا فقراتنا مستمرة، وبعد الفاصل حوار آخر مع زميلنا محمد سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، والفقرة الحوارية الثانية والأخيرة من برنامج الأهلي الليلة، واللي بيشرفني فيها الكابتن إسلام عادل نجم النادي الأهلي الأسبق. كابتن إسلام برحب بيك، منورنا ومشرفنا. أهلا بحضرتك يا فندم. إيه الأخبار؟ تمام الحمد لله كله تمام. بالطبع يمكن خسارة المنتخب وخروجه المبكر من دور الستة عشر في كأس الأمم الإفريقية خسارة، عايز أقول خسارة غير متوقعة، نتيجة أن منتخب مصر اسم كبير في البطولات الإفريقية وصاحب الرصيد الأكثر تتويجا بالألقاب القارية، لكن خسارة غريبة. ويمكن أنا عايز أقول للسادة المشاهدين إحنا كده بنرجع لنقطة الصفر من جديد، يعني خرج المنتخب رجعنا لنقطة الصفر من جديد، نحتاج خلال الفترة القادمة إلى إعادة الهيكلة بالشكل الأكثر لاستعادة شكل الكرة المصرية في السنوات القادمة. والنقطة الأهم، الفكرة ليس في اختيار مدير فني جديد للمنتخب أو اختيار شخصيات تدير اتحاد كرة القدم خلال الفترة القادمة، الفكرة الأهم يا كابتن إسلام وأنا بسألك طبعا في البداية في الكيفية أو في الشخصيات القادرة على إدارة كرة القدم خلال الفترة القادمة، والاستعانة بمجموعة ناس محترفين لديهم فكر في الإدارة وتطبيق الفكر الاحترافي في إدارة كرة القدم، نظرا إن احنا خلاص حاليا احنا في سنة 2019 فصناعة كرة القدم اختلفت، إدارة كرة القدم في العالم اختلفت، المنظور نفسه للمسؤولين في كرة القدم في العالم كله اختلف، فبالتأكيد وصلنا لمرحلة أو نقطة الصفر، محتاجين للانطلاقة القادمة نفكر بشكل مختلف عما كنا بنفكر في السنوات السابقة. مش مدير فني منتخب هو المسؤول أو لعيبة هي المسؤولة، الفكرة أعمق من كده بكتير، ونحتاج الفترة القادمة إلى تغيير الشكل والكيفية اللي ممكن ندير بيها كرة القدم في مصر خلال الفترة القادمة. تعليق. الحقيقة يعني حضرتك بدأت كلامك بأن هي حاجة خسارة مفاجأة، يعني أنا بالنسبة لي مش مفاجأة، بس خليني قبل ما أقول لك إن هي مفاجأة أو مش مفاجأة، هي صدمة كبيرة. يعني النهاردة أنا ماشي في الشارع الصبح، الحالة المعنوية العامة لدى الشعب المصري في انهيار تام، الناس كلها مكشرة. متخيل إن كرة القدم قد إيه بتسعد الناس وقد إيه بتأثر في الناس، قد إيه مصر كلها كانت ملتفة حوالين المنتخب المصري وحوالين الحدث اللي بيتعمل في مصر، وإحنا كنا مستنيين أكبر من كده بكتير لأسباب كتيرة. الأسباب الكتيرة الأهمها اهتمام الدولة من أول الراجل الكبير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، طبعا أبدأ اهتمام كبير جدا وزار المنتخب في الدفاع الجوي واتكلم مع اللعيبة، حتى الظروف اللي احنا خدنا فيها تنظيم البطولة خدناها في ظروف صعبة جدا وكان تحدي كبير جدا، فبالتالي لما الناس الكبيرة تقبل هذا التحدي، الدولة طبعا تقبل التحدي ده وتعين الناس، يعني كابتن محمد فضل يعني اصبح قامه كبيره في الاداره في مصر وكل الناس طبعا، يعني كل الناس طبعا اللي موجوده، فبالتالي لما الناس الكبيره تبقى عملت اللي عليها دورك بقى في الملعب لازم يبان اكبر من كده بكتير. فبالتالي الزياره دي والاهتمام الكبير ده خلى عبء عليك كبير بقى اكبر، بقيت انت مطالب، انت كده مطالب انك تاخد البطوله لاسباب كتيره، بس بقيت مطالب اكتر نظرا للاهتمام البالغ
اللي من الدوله كلها ومن الشعب كله. انا بعتبر دي دفع معنوي. لا صعب صعب يعني. يعني بص انا لعيب كوره وعارف انه ان الموضوع ده بيبقى صعب جدا لان انت بتلعب في ملعبك وسط جمهورك. وبعدين من ضمن الحاجات المهمه جدا ان منتخب مصر اكتر منتخب اخذ البطوله في افريقيا. منتخب مصر اكتر منتخب شارك في بطولات افريقيا. مزبوط. منتخب مصر عنده مدير فني اكتر مدير فني اخذ بطولات افريقيا كابتن حسن شحاته. منتخب مصر عنده كابتن احمد حسن وكابتن عصام الحضري اكتر اثنين لعيبه شالوا البطوله 98 و2006 2008 2010. منتخب مصر صاحب اكبر رصيد من عدد الاهداف في بطولات افريقيا واكتر منتخب في المشاركه. منتخب مصر منتخب مصر اكتر بلد نظمت البطوله. منتخب مصر كل البطولات اللي اتنظمت في مصر مصر كسبتها ما عدا 74 الكونغو اخذتها. فبالتالي انت في ضغط عليك جامد جدا. فانت انت اسم كبير. انت اسم كبير قوي. انت 7000 سنه حضاره. انت دوله عظمى. انت الاول في افريقيا في كل حاجه. شوف انا قلت لحضرتك شوف احنا سابقين في كل ايه تنظيم واهداف وبطولات و و و. فبالتالي كل الاسباب دي تخليك ان انت لازم مالكش حل انك تاخد البطوله. وخاصه السنه دي ان عندك كل المقومات. عندك منتخب المفروض ان هم كلهم لعيبه محترفين. عندك جهاز فني المفروض ان هم اختاروا هذا الجهاز بعنايه. راجل بياخد راتب عالي جدا. الناس كلها ملتفه حواليك. عايز تاني يعني عايز ايه تاني. فطبعا كانت صدمه كبيره جدا. لكن الصدمه دي متوقعه. يعني الناس كتير سالتني رحت الاستاد قلت لهم انا احتمال اروح الماتش ده لان ده شكله اخر ماتش لمصر. بص اقول لك على حاجه. المستوى الفني للمنتخب كان بيشير ان ممكن تحصل حاجه زي كده طبعا. بس مش من دور ال 16. مش امام منتخب جنوب افريقيا. انت ممكن لو امام نيجيريا امام الكاميرون توصل سيمي فاينال ده متوقع. لكن الفوز بالبطوله من خلال الرؤيه الفنيه للمنتخب والشكل لا يقول صعب انك تفوز باللقب. لكن من دور ال 16 وامام منتخب جنوب افريقيا وجنوب افريقيا لسه بتغير شكل المنتخب بتاعها ومدير فني اسكتلندي لسه بيدير الكره في جنوب افريقيا من فتره قريبه وصعدوا ثالث بفوز حتى بشق الانفس على ناميبيا. يعني حتى جنوب افريقيا كانت رايحه للتعادل مع ناميبيا وخسرت من المغرب. المغرب طول تاريخها ما كسبتش جنوب افريقيا في بطولات افريقيا. كسبتها اول مره يكسبوهم هنا في مصر. ده ان دل فيدل ان منتخب جنوب افريقيا يعتبر في اضعف حالاته او يعني مش في اقوى حالاته على الاقل. تمام. فطبعا هي كارثه كبيره جدا. لكن انا واحد من الناس كنت متوقع اللي حصل امبارح ده ومش متفاجئ. لكن لما دخل فينا الجول الصدمه كانت صعبه وكاني انا مش حاسب. يعني انا حاسبها من قبل المباراه ان وارد جدا ان احنا نخسر المباراه دي لان احنا لعبنا ماتشات وديه. يعني 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 المباريات الدور الاول مستويات الفرق اللي لعبت معانا مستويات يعني فرق مشاركاتها كلها مشاركتين ثلاثه ما عدا الكونغو يمكن عندها اكتر عدد مشاركات شويه وعندهم بطوله يعني فاهم بالظبط كانوا اكتر مننا. لكن احنا شفنا اداء وحش جدا للمنتخب. طول عمر المنتخب كان بيعودنا في البطولات المجمعه ان مستواه بيتصاعد تدريجيا وده ما كانش بيقلقنا. يعني مع كابتن حسن شحاته قبل كده في البطولات اللي خدها المنتخب يمكن بدايه وحيده يمكن لما كسبنا ليبيا 3-4 يمكن عشان احنا كنا الفرق كبير قوي بيننا وبين منتخب ليبيا وكان عندنا فريقين زي الجزائر دلوقتي كان عندنا فريق اساسي وفريق احتياط يعني اي حد يقدر يكسب يعني. لكن السمه الرئيسيه لمنتخب مصر ان هو مستواه بيتصاعد تدريجيا في البطوله فده اللي كان شويه مطمن الناس. ولكن احنا مستوانا لما يتصاعد تدريجيا ما بقاش يعني انا وانا بتفرج على المنتخب مش شايف ايه الطريقه اللي احنا بنلعب بيها. هل احنا بنلعب مثلا دفاع متقدم؟ هل احنا بنلعب هجوم متقدم؟ هل احنا بنلعب مثلا مع كوبر مثلا كنا عارفين ان احنا منتخب دفاعي وبنلعب على الهجمه المرتده وباصل صلاح تمام. انما هنا ما فيش اي مش شايف اي ملامح. والغريب بقى بالنسبه لي انا شخصيا ان المدير الفني الاجنبي مهما كان ومهما يتواجد في مصر هو برضو بيبقى غريب على الكوره المصريه. انما المعاونين المصريين بيبقوا عندهم درايه كامله باللاعب المنتخب المصري. كل حاجه تخص اللاعب المصري عاطفته مستواه اداؤه امتى يبقى كويس امتى يبقى وحش ايه اللي يخليه يبقى كويس. كابتن حسن شحاته في البطولات كان بيشغل اغاني وطنيه للاعب عشان اللاعب المصري شويه عاطفي فالموضوع ده بيفرق معاه. انما انا ما حسيتش بدورهم موجود. كابتن احمد ناجي الوحيد اللي تحس بدوره لان ما شاء الله الشناوي يعني احسن حارس في البطوله وفي كاس العالم مكسر الدنيا ما شاء الله. فالوحيد اللي تحس ان اللي دوره ملموس بالنسبه للشعب المصري كله والشعب المصري ذواقه وبيفهم في الكوره يعني طبعا. بس لكن ان انا ما احس ان المعاونين ما فيش يعني معلش انا اسف تغييرات المدير الفني في الثلاث مباريات في الدور الاول حتى تغييرات امبارح لم تؤتي بثمرها. مفيش دكه اصلا يا اسلام. هات لي تغيير مثلا عمل حاجه يعني مثلا هات لي تغيير مره من المرات اضاف للفريق في الملعب. ينفع اعمل 12 تغيير في اربع مباريات؟ ال 12 تغيير مفيش تغيير واحد يبقى يعني مؤثر؟ بل بالعكس انا امبارح وانا خلاص الماتش فاضل خمس دقائق ولا سبع دقائق بفضي نص ملعب وبلعب وليس سليمان وبطلع النني. فطبعا يعني
طيب قبل ما نخش في التفاصيل الفنيه، عايز انوه ان الجزائر انهت الشوط الاول متقدمه على غينيا في شوط اول مثير جدا، كره جزائريه تقدمت بمنتخب جزائري مع جمال بالماضي شكل تاني ولون تاني، هدف مقابل لا شيء لبغداد بونجا لي يوسف البليلي في الشوط الاول، طبعا هدف مقابل لا شيء في الشوط الاول. والمباراه السابقه استطاعت مدغشقر ان تحقق كبرى المفاجات بالوصول الى مرحله الدور ربع النهائي في اول مشاركه لمدغشقر في بطوله الامم الافريقيه، تصل الى الدور ربع النهائي بعد تخطي الكونغو الديمقراطيه بركلات الجزاء الترجيحيه 4-2 بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بتعادل إيجابي 2-2. نتائج مثيرة ويبدو النهاردة المفاجآت مش موجودة، يعني هو مدغشقر فوزها على الكونغو مش مفاجأة، لكن وصولها في حد ذاته لدور الثمانية كأول مشاركة مفاجأة. طبعا مفاجأة كبيرة جدا يعني متصدرة مجموعتها. أنا فرحان طبعا لفوفي جدا، لأنه طبعا فرحان له جدا، لأن كنت بتكلم معاه قبل البطولة وقلت له أخيرا شفتكم بتلعبوا في أفريقيا. قال لي إحنا ناخد البطولة بهزار، يعني قال لي إحنا ناخد البطولة، طبعا كنا بنضحك وبنهرج، فأنا دلوقتي خايف أكلمه لأن ده طلع شكله بيتكلم بجد أو في سحر السنة دي يعني. لكن البطولة دي يمكن كنت في يعني كنت في مقابله تلفزيونيه في قبل البطوله، واتسالت على ان البطوله دي هل هي هيبقى فيها حصان اسود. انا قلت دايما الفكره مش فكره حصان اسود، الفكره فكره البطوله للكبار، لكن الكبار مش بالاسم، الكبير بطموحه باجتهاده بتركيزه بفتره الاعداد اللي عملها كويس. هي من الاخر يعني نجاح اي منظومه ليه عده عناصر، لو العناصر دي متوفره عند حضرتك ما هو ملهاش حل هتنجح، صح يعني ملهاش حل، فاهم؟ وبعدين يعني حتى ربنا سبحانه وتعالى لك هل يستوي الذين يعملون والذين لا يعملون، فهي هو ده قانون رباني، فاهم؟ فبالتالي انت لو عملت كل حاجه لو طلعت الخمس سلالم هتوصل للسلم السادس، ما ده طبيعي. فبالتالي لما تتوفر عندك العناصر النجاح فطبيعي انك تنجح، لكن لما مثلا تعالى عند منتخب مصر اللي كل شويه نجيب سيرته غصب عننا، لكن انت ما كانش كان في عندك عيوب كتير جدا فنيه واداريه، فبالتالي ما نجحتش. فبالتالي بس عندنا تجربه بصراحه اتمنى نستفيد بيها، لان من اول البطوله عمال اقول يا جماعه في دروس مستفاده من البطوله، في تفاصيل صغيره في البطوله لو ركزنا فيها هنلاقي في دروس مستفاده مهمه جدا للمرحله الجايه، ايا كان منتخبنا كان هيعمل ايه. يعني انا بقول الكلام ده والمنتخب لسه في الدور الاول، بس ادي تجربه منتخب مدغشقر، المدير الفني فرنسي بالزبط. كل شغله في فرنسا كان درجه ثانيه ودرجه ثالثه، راتبه مع الاتحاد المدغشقر حوالي 7000 دولار. اللعيبه اللي اعتمد عليها في المنتخب مدغشقر بيلعبوا في الدوري الدرجه الثانيه والثالثه في فرنسا وفي تركيا وفي تونس. بالظبط. انت بتتكلم في منتخب تكوينه كله ما يكملش حوالي 100000 دولار. ومدير فني ما اشتغلش في افريقيا، بس بقاله 3 سنين مع منتخب مدغشقر بيحضر للبطوله وبيحضر للتصفيات. لا هي الخطه يعني التخطيط بشكل جيد، استراتيجيه الاتحاد بيحطها في الاخر بتلاقي نتيجه، مش بالزبط. محتاج اسم كبير في المنتخب ولا محتاج اسم مدرب كبير. بالظبط. يعني انا شايف انه احنا فشلنا في كاس الامم الافريقيه، ده كان شيء متوقع بالنسبه لي بعد فشلنا في كاس العالم. هو مش عيب ان احنا نفشل، لكن لما نفشل تصلح. اولى خطوات الاصلاح هو الاعتراف بوجود اخطاء. هل احنا لما خرجنا من كاس العالم اعترفنا ان احنا مخطئين؟ لا، احنا عملنا مؤتمر صحفي، يعني نادرا لما اقعد اتفرج على المؤتمر الصحفي عشان اطلع اشوف الحدث كبير بالنسبه لي، مهم ان انا خرجت من كاس العالم وخرجت بفضيحه، حتى اتغلبت من السعوديه يعني. فمستني اشوف بكل مقاييس المسميات. ده قصدي طبعا بكل مقاييس يعني. فانا مستني اشوف. سمعنا الناس بقى الصحفيين متعصبين وسمعت المسؤولين بيتكلموا بيحاولوا يهدوا الناس، كل ده حلو، لكن ستيب 2 الخطوه الثانيه ان احنا هنعمل ايه الفتره اللي جايه، او الاول هنحدد الاخطاء وهنشتغل عليها ازاي، البلان الفتره الجايه هنمشي ازاي. ما لقيتش ده يعني لحد النهارده، لحد كاس الامم ما عرفتش احنا فنيا، انا بتكلم على فنيا هنمشي ازاي فنيا مع يعني ايه هي استراتيجيه المنتخب. يعني انا في وقت من الاوقات سمعت ان المنتخب هيعتمد على الشباب، وبعد كده لقيت عبد الله السعيد وليس سليمان، وليس سليمان في عز تقول لكم ما خدتوش، وخدته وهو راجع من اصابه. بالزبط. فمش فاهم ايه الاستراتيجيه، انت معتمد على مين؟ معتمد على اللعيبه الكبيره ولا معتمد على اللعيبه الشباب؟ طب انت هتلعب بفكره فلسفه، وغير وجهه نظره لما اتقلب من الاتحاد عن نظر البطوله لازم يفوز بالبطوله، ما ملهاش حل، فرجع في وجهه نظره عكس جمال بالماضي. لا هي دي مشكله بقى في حد ذاتها، ان انت بتبقى جاي مذبذب. انا في مدربين، انا اتعاملت مثلا مع مدربين مثلا مستر باتريس كارتيرون لما كان مدربي في وادي دجله، كان الراجل بيستشير جدا الجهاز الفني وحتى يستشير اللعيبه. يعني في مره من المرات انا ودودو الجباس كنا قاعدين جنبه في مباراه رسميه واحنا الاثنين قاعدين، فجه بيسالنا على حاجه في الملعب كمدير فني، تمام، وبيسمع من اللعيبه وبيسمع من الجهاز وبيسمع من الناس كلها، لكن في الاخر القرار قراره، هو القرار قراره، ويمكن قراره بعكس قرارك تماما. يعني ممكن تقول له كلام يعمل هو في دماغه حاجه ثانيه، هو مقتنع باللي في دماغه اكتر، لكن يحب يسمع وجهات النظر يعني. فبالتالي انت المفروض كمدرب كبير، انت براند، انت بتدرب جاي، احنا جايبينك عشان تمسك منتخب اكتر منتخب حصل على البطولات في افريقيا، فبالتالي انت المفروض راجل ما يهزكش ريح.
يعني ما فيش حد يغير مفهومك. احنا كده كده البطوله جوه بره كنا عايزين ناخدها. يعني احنا بعد غياب بص احنا ابهرنا العالم كله لما خدنا 2006 2008 2010 ورجعنا ابهرنا العالم كله ان احنا ما شاركناش في ثلاث بطولات اللي بعديهم، ورجعنا ابهرنا العالم كله لما اول بطوله نلعبها بعد غياب وصلنا للفاينل تمام. فبالتالي انت منتخب كبير قوي، انت منتخب كبير قوي، فبالتالي انت طول الوقت مطالب انك تاخد البطوله. هو ده قدرك يعني، قدر دايما يعني. واحنا في الناشئين النادي الاهلي كان كابتن مصطفى يونس يقول لنا والمدربين يقولوا لنا انت قدرك انك النادي الاهلي لازم تكسب، فاما تكون او لا تكون، انت موجود في المكان ده، في المكان ده انت لازم تكسب، ما عليكش حل. فانت قدرك انك مصري في افريقيا تمام، فانت لازم تكسب، ملهاش حل، لازم تاخد بطوله برضه ملهاش حل. فانت لازم تكون على قد الحدث، على مستوى الحدث، لازم تبقى فاهم انه الدوله كلها والشعب كله والناس كلها التفت حواليك، وانت مسؤول مسؤوليه كامله عن الحاله النفسيه والمعنويه للشعب ده. تمام. تجربه الجزائر، وانا دايما بتكلم على استفاده التجارب، يعني ازاي نستفيد من التجارب اللي موجوده في البطوله. جمال بالماضي يمكن تعاقده معاه من حوالي 10 اشهر او من سنه تقريبا يعني بالزبط. ولما اتكلموا معاه على تجهيز منتخب جزائري والاستعداد للبطوله الافريقيه قال لهم لا حاسبوني بعد تصفيات كاس العالم 2022 تمام. الهدف بالنسبه لي اصل بالجزائر لكاس العالم 2022 وفي ظرف 10 شهور ما كونش منتخب، ده كون منتخبين بالظبط. واي حد بيجي يقول لك ايه اصل اللعيبه الجزائريين معظمهم في اوروبا فسهل انت تجمع التوليفه وتلعب بيهم خالص، القصه ما كانتش كده. ممكن نستفيد بده ازاي؟ ما اصل احنا رجعنا، انا بعتبر الخساره دي احنا بنرجع من تاني نقطه الصفر بالظبط. نقطه الصفر دي اتكررت كذا مناسبه قبل كده، مش اول مره على فكره حقيقي. بس لما بنرجع لنقطه الصفر ما بنطلعش منها صح، ما بنتحركش صح. المره دي رجعنا نقطه الصفر، فرصه عظيمه ان احنا نتحرك صح. نتحرك صح ازاي؟ يعني تجربه جمال بالماضي كنت بتكلم انا الاستاذ عمر البنوبي قبل ما ندخل. الناس كسبوا تعاطف في افريقيا كلها، مش تعاطف العرب ولا المصريين بس، يعني الناس كلها شايفه اداء جيد جدا. يعني سمعت بعض النقاد وبعض المحللين قال لك الجزائر توصل بالفريق الاساسي والفريق الاحتياطي يلعبوا بعض في الفاينل من قوه المنتخب الجزائري. الراجل المباراه الثالثه متقدمه 2-0 يعني دي نتيجه طبيعيه جدا يعني، ممكن يكسبوا 4-5 النهارده يعني. الراجل لعب المباراه الثالثه بتسع لعيبه احتياطيين، مش عارف تفرق يعني، مش عارف تفرق يعني سليماني اسلام سليماني وتلاقوا بغداد بنجاح، انت عندك يعني عندك اثنين هدافين يعني يكسروا نجم نابولي طبعا جاب جولين في المباراه في الشوط الاول، حاجه يعني حاجه تفرح يعني حاجه. ولسه ياسين ابراهيم ما لعبش البطوله. لا لسه مش يعني لسه مش في حساباتنا يعني تمام. مراد محرز طبعا، لا يعني هم منتخب قوي ومتكامل. الفكره بقى في ان المدرب دوت الوطني اللي بشبهه شويه ممكن خليفه الكابتن حسن شحاته في افريقيا، الراجل ده ما كانش في الحسابات خالص. ومنتخب الجزائر من 2014 من بعد مباراه المانيا الشهيره وكان في انحدار سلبي جدا في مستوى المنتخب الجزائري، وكان اداؤه سيء جدا، وجربوا مدربين كتير ما بين اجانب وما بين يعني وطنيين زي رابح ماجر طبعا. وبعدين لما استعانوا بـ 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 بالمدرب المحترم بالماضي الراجل رابح ماجر طبعا الراجل كان بيلف في اوروبا نادي نادي وشارع شارع عشان يكون منتخب، واختار 30 لعيب في الاول وبعد كده فضل يصفيهم لحد ما بقوا 23 لعيب. الراجل عارف امكانياته ايه، اختار لعيبه بعنايه فائقه، عمل فتره اعداد جيده جدا، راح دوله مشابهه في اجواءها لمصر شويه قبل البطوله على طول اسبوعين، عمل مباراه وديه كويسه، عنده في كل مكان اثنين او ثلاث لعيبه مش هتحس بغياب حد لو حد غاب، مش فرقه النجم الواحد، فرقه ال 11 ال 23 نجم، فرقه ال 24 نجم باعتبار ان المدرب هو النجم الاول. فبالتالي طبيعي زي ما قلت لحضرتك لما تاخد دايما اسباب النجاح وتعتمد عليها طبيعي جدا انك توصل للمستوى المبهر والحلو جدا اللي احنا شايفينه المنتخب الجزائري. طيب مصر عشان تنطلق للامام صح، هي الفكره في اختيار مدير فني ولا تكوين منتخب ولا اختيار شخصيات تكون قادره على اداره كره القدم في مصر؟ الفكره في البدايه منظومه، يعني منظومه في الاساس في البدايه. النادي الاهلي ليه مختلف عن كل الانديه اللي موجوده في اي حته في الدنيا؟ ليه؟ عشان النادي الاهلي منظومه. اي حد بص الادارات بتمشي وتيجي ادارات ثانيه، الادارات بتمشي وتيجي ادارات ثانيه، اللعبه بتمشي وتيجي لعبه ثانيه، ولكن في سيستم الناس كلها بتيجي تمشي في اللاين، كل واحد بيدخل جوه النظام. فالنادي الاهلي هو نادي القرن في افريقيا منذ ان ولد والى النهايه تمام. فبالتالي اي حد هيجي هيمشي في الصف، فبالتالي هي المنظومه. فانت البدايه انك تعمل منظومه، انك تعمل مؤسسه، انك تعمل نظام، انك تعمل قانون، وهذا القانون يطبق على الجميع تمام، سواء في ادارتك للمسابقات المحليه او في ادارتك للمنتخب او في ادارتك لحتى مبنى اتحاد الكوره نفسه. مظبوط. فبالتالي انت لازم تختار رجال وقاده. قائد بقى كلمه قائد دي يعني تحتها بقى حط 50 مليون خط. قائد اداري محنك طبعا طبعا
طبعا طبعا مفيش شك في الكلام ده. ليه؟ عشان يقدر يختار كوادر محترمه معاه، لان انت في مكان حساس جدا في البلد، انت بتقود منظومه كره القدم اللي الشعب المصري كله ال 100 مليون بيلتف حواليها، بياكل ويشرب كوره. الناس كلها تحاسبك، انت النهارده الدوله حاسبتك، ها، والمسؤولين حاسبوك، والناس كلها تحاسبك في الشارع كل يوم. هي دي مشكلتك، انت مش بتخبي، انت 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 قدرك انك بتقود اهم لعبه شعبيه في العالم. لان كمان لما بتكسب البطوله الناس كلها بترفعك لعنان السماء. بالظبط كده، عشان كده لازم تتقبل النقد، وحتى لو قوي وحتى لو جارح لازم تتقبله، لان انت خيرك من خير الشعب ده عليك يعني. تمام. فلازم زي ما اقول حركه المنظومه الاول والسيستم. وانا حتى كمان شايف انه مهم جدا، مهم جدا ان طريقه الانتخابات اتحاد الكوره تتغير. يعني موضوع الجمعيه العموميه ده مش عارف، احنا صغيرين علمونا نقول الصح، لما كبرنا بقينا نخاف من الصح فعلمونا نقول اللي يمشي. لكن انا هقول الصح، الصح انه الجمعيه العموميه ما ينفعش هي اللي تختار اتحاد كوره، ما ينفعش. عين مين اللي يختار؟ الوزاره. ما ينفعش. انت كده بتخالف لائحه. يعني النهارده مثلا هقول لحضرتك على حاجه، النهارده لما يجي قرار سيادي ان الناس دي تقدم سالتها، مش كده يا القصه، مش كده. فهي دي يعني. هي دي انا بقول لحضرتك، هي دي ايه؟ هو ممنوع تدخل الدولة في شؤون كرة القدم، تمام؟ لكن إسلام. في حاجات في البلد تخص البلد زي إيه؟ معلش اسمح لي. اتفضل. أنا عايز أتكلم كورة، تمام؟ ولما عايز أتكلم كورة بتكلم إن الإدارة الفترة الجاية عشان تدير الكورة صح في مصر محتاجة شخصيات إدارية رياضية. مين يختارها؟ الجمعية العمومية. لا. بس أنت الجمعية العمومية تقننها صح. هو الجمعية العمومية بتختار صح؟ أقول لك. الجمعية العمومية تقننها صح إزاي؟ أنت عندك الجمعية العمومية ممكن يكون فيها حاليا دلوقتي 300 400 نادي أو مركز شباب، تمام؟ صوته زي صوت الاهلي والزمالك والاسماعيلي والاتحاد والانديه الكبيره في مصر. اوكي. صوته زي التاني. لكن الفكره في ايه؟ وانت بتدير او بتختار مجلس يدير كره القدم في مصر ممكن يقتصر الفكره على 40 او 50 نادي اللي ليهم القيمه التسويقيه والقيمه الاعلانيه والقيمه الفنيه اللي بتدير الكره في مصر. هتختار الممتاز الممتاز بيه مثلا؟ لا، ده حصل الكابتن عصام عبد المنعم عمل ده لما كان ساعتها مؤقت كرئيس لاتحاد الكوره، وقلل عدد الجمعيه العموميه من 150 200 نادي الى 40 نادي، وقال لك الباقي يكون مشارك بس بيشارك في نظام مسابقته هو. تمام. ده الحل، لكن فكره التعيين ده مخالف لائحه الفيفا. انا شايف انه احنا لازم نغير النظام ده. طب تيجي نسمع لرأي تاني في موضوع تغيير النظام؟ كويس، احنا بعدنا عن الكوره ودخلنا في التفاصيل. معايا على تليفون الناقد الرياضي الكبير الاستاذ علاء عزت، الناقد الرياضي بالاهرام العربي بمجله الاهلي. استاذ علاء مساء الخير على حضرتك، وبرحب بيك وبالاستاذ او الكابتن طبعا بالتاكيد اسلام عادل، بيرحب بيك. اهلا وسهلا بك يا استاذ محمد، واهلا وتحياتي للكابتن اسلام. اهلا بحضرتك يا فندم. طيب اولا عايز اعرف منك مسؤوليه الاعلام عن المرحله القادمه ومسؤوليه الاعلام عما حدث في الفتره السابقه بالنسبه لكل ما يجرى وما يدار في الكره المصريه. بس محمد، انا النهارده فوجئت يعني ان الجماهير الراي العام كله في مصر بيحمل الاعلام مسؤوليه الاخفاق الكبير اللي حصل، والاول مره بشوف اتهامات مباشره من الشعب او من جماهير الكره للاعلام ان هو ضلع اصيل في هذا الاخفاق، وان واحد من اسباب هذا الاخفاق، واتهمونا اتهموا الاعلام ان هو كان مسؤول او ان هو اخفى الحقائق، وان هو كان بيحاول يجمد صوره المنتخب بشكل كبير جدا، وان هو كان بيدافع عن اتحاد الكره دائما وابدا سواء على حقباته. ودي قضيه كانت مهمه جدا النهارده، القضيه كانت محل نقاش كتير جدا في السوشيال ميديا بين كل زملاء الاعلاميين. يعني النهارده شفت اكثر من زميل اعلامي النهارده كان بيناقش الامر مع الجماهير بهدوء، لكن الجمهور للاسف الشديد اختلط عليه الامر، اختلط عليه، شافنا ان احنا متهمين وما قالش ان احنا دورنا نكشف الحقائق ولا نحاسب المسؤولين. كل الناس بيسالوني طب انتوا كنتوا فين؟ كنتوا عملتوا ايه مع اتحاد الكره عشان ما قلتوش اتحاد الكره ليه طالما هو فاسد؟ لكن هم ما يعرفوش ان دور الصحافه هو كشف الاخطاء وليس محاسبه المسؤولين، ودي نقطه مهمه جدا. مظبوط. كمان وكمان حملونا مسؤوليه ان احنا ما اتكلمناش ساعه الازمات اللي حصلت او التهريج او الفوضى اللي حصلت في معسكر روسيا، لا، والاعلام كان له دور كبير جدا في كشف العديد من الازمات اللي حصلت في معسكر روسيا، وان كان تم تعتيم الامر عليها، لكن الناس ما لا تدرك في نقطه مهمه جدا استاذ محمد، ان الاعلام دلوقتي للاسف الناس بتحكم على الاعلام من خلال القنوات الفضائيه او من خلال قناتين فضائيتين تحديدا، يعني لخصوا الاعلام كله في صوت قناه شخص او اثنين، في شخص او اثنين. فلكن انا عايز اقول لهم بس، ونظرا يمكن اتناقشت النظره يمكن اكثر مره في حياتي اتناقش مع جمهوركم في حضور الاعلام او اهميه الاعلام او وظيفه الاعلام او حدود الاعلام ايه،
هم اختصروا الاعلام كله في قناه واحده وفي اشخاص معينين. لكن انا قلت لهم ان يعني اعترفت لهم النهارده ان اتحاد الكره نجح بالفعل في بعد ازمه روسيا ان هو يعمل كتيبه اعلاميه خاصه بيه، ان هو يعمل لوبي اعلامي قوي جدا خاص بيه. فابتدى اللي هو ده كان بيصدر هو اللوبي ده او المجموعه دي كانت بتصدر المشهد الاعلامي، فبالتالي كلنا اتحسبنا على هذا المشهد. دور الاعلام طبعا استاذ محمد حضرتك انت طبعا اعلامي وقديم ما شاء الله عليك وعارف احنا دورنا ايه بالظبط. احنا دورنا كشف الحقائق بس، واذا كنا البعض بيلتزم الصمت في اوقات معينه بيكون ده لدعم مسيره المنتخب مش اكتر، وليس خوفا وليس تملقا في احد يعني. فلما بيجي يتكلم على اخطاء دلوقتي الناس كلها بيقول انتوا كنتوا فين من الاول؟ لا، احنا الناس لازم تفهم ان احنا دورنا الدعم والمسانده حتى وقت الاخفاق، يعني اذا كان في نجاح فاحنا بنكون شركاء في النجاح، لكن لا نتحمل الاخفاق. يعني انا 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 انا, أنا مندهش من موقف الجماهير اللي بتحمل الاعلام ده، بالعكس يمكن ده احنا بقينا متهم الاول دلوقتي، يعني يمكن لاول مره بتشوف الاعلام بيتحط اللي هو المتهم الاول بعد كده اتحاد الكوره. ودي النقطه اللي انا كنت بحب جدا اتكلم فيها الخلط ده الخاص عند الراي العام. لكن يا استاذ علاء برضه عايز اكد على نقطه مهمه، وبغض النظر لان اتحاد الكوره مش كل مسؤوليات المنتخب، بالعكس احنا على مدار اخر شهرين ثلاثه كشفنا سلبيات كتير وقلنا يا جماعه ركزوا اكتر في اللوائح وركزوا في مواعيد القيد وركزوا في نهايه المسابقه وركزوا في شكل المسابقه. دي كانت محمد دي كانت بصفه شخصيه بالظبط، يعني قعدنا نكشف سلبيات كتير يا جماعه داخلين على بطوله افريقيا عايزين الناس كلها تركز مع المنتخب، انهوا المشاكل المحليه يا جماعه ركزوا شوفوا مشاكل الكره المصريه، ما فيش حد كان بيفكر في ده، وكل السلبيات دي قلناها ومع ذلك برضو لغايه اللحظه دي ما فيش حل ليها. والفتره الجايه اعتقد ان احنا رايحين للاسف في طريق متعلق باللائحه وبالموسم القادم في شكل مش كويس، وده اللي احنا السلبيات اللي ركزنا عليها. ولما حتى المنتخب كان بيستعد قلنا يا جماعه الجهاز الفني بغض النظر عن بعض الاسماء اللي موجوده في اختيارات غلط، في ترتيب غلط، في مباريات وديه بتتحضر لها غلط، قلنا كل ده، بس في النهايه في منتخب بيلعب وفي اتحاد مسؤول وفي الاخر النتائج هي اللي هتحكم اذا كنا صح ولا غلط. ده دور الاعلام ان هو يحدد المشاكل اللي موجوده ويصارح الراي العام بيها، لكن المسؤول اللي موجود على الكرسي هو صاحب القرار، في النهايه هو بيتحمل نتائج قراره او بيتحمل مسؤوليات قراره. بالتاكيد استاذ محمد فعلا اضفت نقطه مهمه جدا، لكن اتحاد الكره ده كان محظوظ جدا 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 ان هو في التوقيت بتاعه ان منتخب مصر كان بيشارك في كاس عالم تصفيات كاس عالم، بعد كده من حسن حظه الشديد ان احنا استضفنا بطوله كاس الامم الافريقيه، وهو كان محظوظ جدا جدا في هذا الامر. فبالتالي كان المنتخب الوطني كانت هي حائط الصد للاتحاد. احنا شفنا كان ممنوع الاقتراب او التصوير من اتحاد الكره في الفتره ما بين التاهل لكاس العالم من اكتوبر 2017 لحد يونيو 2018، كان اتحاد الكره محصن ضد النقد، وكان اي حد بيواجه اتحاد الكره كان بيتهم ان هو خائن وعميل لانه بيمشي في الاتحاد وواحد على وشك الاستعداد او المشاركه في كاس العالم. جينا بعد ما خلصنا من كاس العالم لسه دوبك بنبتدي نواجه الاخطاء دي، كانت مصر نظمت كاس الامم الافريقيه، فقال لك يعني ما حدش يتكلم، احنا مقبلين على صف البطوله ولازم التوحد. انا بقول عشان كده اتحاد الكوره كان محظوظ جدا 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 في الجزئيتين دول، جزئيه التاهل لكاس العالم وجزئيه استضافه بطوله كاس الامم الافريقيه. طيب. اتحاد الكوره لقي درع او لقي حائط صد قوي جدا ليه يداري من وراه كل سوءاته وكل عيوبه وكل اخطائه الاداريه الفاتحه، وللاسف الشديد زي ما قلت لحضرتك كان عنده اعلام قوي جدا 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 كان بيقدر يعمل حائط صد او يعمل حائط عازل بينه وبين الاعلام الحقيقي او بينه وبين الجماهير. طيب اخر حاجه يا استاذ علاء، والسؤال بقى اللي بيطرح نفسه للفتره الجايه ولسه الكل شغال في دايره مين اللي هيدير الاتحاد ومين هيجي مدير فني منتخب، وفي حاجات اهم من ده 100,000 مره. أكيد. الفتره الجايه مش عايز اقول فراغ، بس الفتره الجايه مين المسؤول عن اصدار لائحه شؤون اللاعبين للموسم القادم؟ مين المسؤول عن اصدار لائحه المسابقات للموسم القادم؟ مين اللي هيحضر الحكام للموسم القادم؟ الفكره مش اختيار مدير فني، مين اللي هيحل ازمه القيد الافريقي خلاص خلال الشهر الجاي؟ مين المسؤول عن ان الاتحاد الافريقي ما اخترقش لغايه دلوقتي بخطاب رسمي ان القيد مستمر لغايه 5/8 زي ما قيل من حوالي اسبوعين ثلاثه، والقيد اخره 30/7 ومفيش استثناء زي ما اعلنا واكدنا ده اخر اكتر من شهرين ثلاثه بنقول الكلام ده، مين هيحل كل المشاكل دي؟ هل المدير التنفيذي للاتحاد اللي هيحلها ولا مين اللي هيحلها؟ شوف، هو على الورق وقدام الراي العام هيكون المدير التنفيذي، لكن انا اؤكدك ان المدير التنفيذي ما يكون مجرد ديكور فقط،
انا عارف ان في مسؤولين في مصر هنا مش 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 الكل متخاذلين، مش الكل هربوا هينطوا المركب، لا احنا بالفعل عندنا قيادات كويسه جدا، عندنا ناس بتفكر، عندنا في الاتحاد الافريقي ناس ممكن تشتغل لصالح المنتخب لصالح الكره المصريه بجد، ودي انا كنت النهارده فيها مع مسؤول كبير جدا 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 جدا، النهارده كنت معاه اكثر من حوالي ساعه ونص في واتكلمت معاه في النقط دي كلها اللي انت اثرتها، وقال لي ما تقلقوش احنا خايفين على الكره المصريه اكثر من المسؤولين عنها ما هم خايفين، احنا اللي كنا بنبادر باحتواء الازمات اللي في صدر الكره المصريه وكنا بنفصل مفعول قنابل كثيره جدا، وكنا في الاخر خالص بنخلي المهندس هنا وليد هو اللي يعلنها الراي العام على اساس ان هو اللي عاملها، لكن انا بقول لك استاذ محمد ما تقلقش الامور دي هيتم حسمها، الاتحاد الافريقي معانا من خلال رجال بيحبوا مصر بجد جوه الاتحاد الافريقي وبيعملوا على صالح الكره المصريه بجد، المدير التنفيذي هيكون مجرد ديكور ديكور، لكن انا واثق ان كل المشاكل دي هتتحل، القيد هيتم فتره السماح للكره المصريه هيتم اعتماد فتره السماح زي ما هي دون خلل، مفيش اي مشكله خالص في موضوع القيد الافريقي، اتمنى ان شاء الله باذن الله يا استاذ محمد تقلقش، اتمنى احنا القصه دي بنتكلم فيها يا استاذ علاء مع بعض من شهر ابريل، فاكر من شهر ابريل طبعا بنقول يا جماعه في مشكله جايه يا جماعه خدوا بالكم في مشكله جايه ومحدش كان واخد باله وكل محدش كان واخد باله خالص، بس انا ساعتها انا كنت عارف ان تعرف انا ساعتها حتى انت كنت منفعل جدا في حاله وانا قلت لك ما تقلقش لان كنت عارف ان في ناس بجد يعني سيبك من المسؤولين على اتحاد الكوره اللي هم ما كانوش همهم مصالح اتحاد الكوره خالص، لكن انا كنت بكلمك وكنت بطمنك وقتها لان عارف ان في ناس في داخل الاتحاد الافريقي ومش شرط يكونوا مصريين حريصين جدا على صالح الكوره المصريه. استاذ علاء عزت الناقد الرياضي الكبير بالاهرام وبمجله الاهلي بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق ليك يا رب ولاسره الاعلام الرياضي خلال الفتره القادمه. كابتن اسلام تعليقك. موضوعات كبيره وتقيله بس هي ده هو ده صلب الموضوع. انا عارف انه المفروض ان الفتره الجايه هيبقى العميد صلاح سليم هو اللي هيدير. هو طبقا للائحة بيصير شؤون الاتحاد بالظبط، اعتقد في مدة 3 شهور هو اللي هيسير في امور الاتحاد بالزبط. وبعد كده اعتقد ان في مجلس هيبقى معين لمده سنه يمكن ما ينفعش معين امال هيختار هو بيدعو معين. حسب اللائحة بيدعو لانتخاب مجلس بيدعو الجمعيه العموميه لانتخاب مجلس اداره جديد هيقعد قد ايه بس كمان في نقطه هو مش هيدعوهم لاربع سنين الانتخابات سنه لان كمان الدوره الاولمبيه في بكين الصيف الجاي بالظبط فكل اربع كل دوره اولمبيه بيتم انتخابات جديده المفروض ان يعني الفتره الجايه يبقى في بيان بقى من القائم بالاعمال دلوقتي مثلا في اتحاد الكوره عشان الناس تبقى عارفه راسها من رجليها ونبقى عارفين الامور هتبقى ماشيه ازاي الفتره اللي جايه لان في موضوعات كتير جدا مهمه في انتظام المسابقات وكل حاجات القضايا اللي حضرتك اشرت ليها دلوقتي المفروض يبقى في بيان واضح اعتقد في خلال يومين ثلاثه الامور هتتضح يعني هنعرف الامور هتمشي ازاي في الفتره اللي جايه لان في حاجات كتير جدا مهمه تخص القيد وتخص بدايه البطولات ونهايه البطولات وعندنا طبعا يعني زي النادي الاهلي مثلا عنده بطوله افريقيا فالقيد برده بتاعه يعني هيبقى مهم مواعيد القيد بالنسبه له هتبقى مهمه فاعتقد يعني في خلال اليومين ثلاثه اللي جايين دول حاجات كتير هتتضح في الموضوع ده الفكره بالنسبه لي ما هو اللائحه بتقول المدير التنفيذي هيسير شؤون الاتحاد بس اللائحه ما قالتش ان هو هيعمل الامور الفنيه والامور الاداريه علاقة بالموسم الجديد ده مش دوره مين اللي هيطلع لائحه شؤون اللاعبين ما هو حتى لو تلاحظ يا كابتن اسلام انا اسف المقاطعه لو تلاحظ الاتحاد هو شغال تركيزه في المنتخب رغم ان هم المفروض في جهاز فني وفي مشرف على المنتخب وفي اداره فنيه في الاتحاد طب انتوا بقى جوه الاتحاد فين لجنه شؤون اللاعبين فين لجنه المسابقات فين لجنه الحكام لجنه شؤون اللاعبين انا عندي مشكله يعني عندي حاجه مهمه بالنسبه لي في اتحاد الكوره في لجنه شؤون اللاعبين بقى كام سنه 14 شهر طب ده لسه بدري 14 شهر كلمهم بقى قبل البطوله بشهر احنا داخلين على البطوله فمش شغالين طب ما دي لجنه مستقله يعني لا 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 ملهاش علاقه هو حضرتك ما رحتش اتحاد الكوره اتحاد الكوره كده اتحاد الكوره كده يعني انت زي ما بيقولوا انت على باقه البطوله افريقيا تمام وبعد بطوله افريقيا احنا لسه في بطوله افريقيا لسه ما رجعناش من بطوله افريقيا وبعديها الواحد يعني زي ما قلت لحضرتك في البدايه الواحد من كتر حبه وغيرته على البلد دي انا واحد من الناس اللي كنت بنتقد تصرفات كتير جدا لمسؤولين كتير جدا في البلد طول الوقت لدرجه ان بعض الناس ممكن يشككوا في وطنيتك مثلا بل بالعكس انت اكتر واحد وطني اللي يحب البلد دي ما يطبلش اللي يحب البلد دي يشتغل وننتقد اتحاد الكوره عشان عايزين مصلحه الكوره وعايزين مصلحه اللي بيحب البلد دي الحاجات الايجابيه طبيعي انها تبقى موجوده لكن الحاجات السلبيه لازم طول الوقت تبقى مركز عليها وباصص عليها علشان خاطر تتغير فانا كنت طول الوقت بنتقد تصرفات المسؤولين في مصر يوم تصفيات يوم افتتاح بطوله افريقيا انا نمت بالليل نايم سايب مصر دوله من دول العالم الثالث صحيت الصبح شفت التنظيم لقيت ان احنا ابهرنا العالم بهذا التنظيم وهو ده اللي ليه ساعتها قلت اخيرا بعد ما كنت بنتقد الناس طوال فترات كبيره جدا الفترات اللي فاتت كلها النهارده
من المرات القليله جدا اللي بشيد لان في نجاح يستاهل الاشاده. طب انتوا لما النجاح ده نقدر نعمله كنتوا فين قبل كده؟ ما شغلتوش ليه؟ يعني انتوا ليه بخلاني علينا؟ يعني انت ليه بخلاني على البلد؟ فبالتالي قيس على قيس ده في كل المنظومه من المنظومات في الرياضه او في مصر بشكل عام. يعني طالما ان احنا عندنا الامكانيات فاضل المجهود، طالما ان احنا عندنا السيستم ليه لا يا جماعه؟ ليه؟ ما الملاعب اللي جهزت دي كلها ليه ما تبقاش موجوده من قبل كده؟ النهارده استاذ القاهره او مصر ابتدى يبص لها بشكل مختلف، النهارده بعد التنظيم الرائع، بعد الملاعب اللي طالعه بشكل كويس، بعد الحضور الجماهيري المعقول اللي ماشي بشكل كويس، النهارده الاتحاد الدولي والاتحاد الاوروبي ابتدى يبص لك بصه مختلفه، وابتدى يفكر انه ممكن يعمل نهائي قاري عندك مثلا، نهائي تشامبيونز ليج يبقى مثلا في القاهره، ليه لا؟ فبالتالي احنا عندنا، احنا ليه نبخل؟ يعني ليه نبخل ان احنا نطلع كل حاجه عندنا وطالما الامكانيات موجوده ان احنا نرتقي باسم البلد دي؟ ده اللي بيزعل. طيب يعني طيب نرجع للامور الفنيه تاني، وانت لعيب كوره واكيد عارف في التفاصيل الفنيه دي، هل كنت تشعر ان في مجاملات في اختيارات التشكيل او في اختيارات اللعيبه في القائمه بشكل عام، ولا كنت شايف الاختيارات مبنيه على اي اساس؟ في البدايه طبعا احنا بنفهم في الكوره شعب زواج جدا، تمام؟ فبالتالي في بعض اللعيبه اللي فرضوا نفسهم على الدوري بشكل كبير جدا، يعني انا واحد من الناس لعيب اهلاوي جدا ولعبت في النادي الاهلي طول عمري اهلاوي، لكن عبد الله جمعه مثلا فرض نفسه بكون يبقى موجود، كهربا فرض نفسه بكون يبقى موجود، على الجانب الاخر في طبعا محمد هاني من النادي الاهلي، وفي رمضان صبحي، ما فيش شك الناس دي كانت لازم تبقى موجوده، يعني وجودهم كان، يعني النهارده مثلا عمر جابر موجود في المنتخب وهو ما شاركش بالصوره الكامله او ما كانش مؤثر جدا مع بيراميدز مثلا، النهارده لو انت احتجته في ثلاث ماتشات ما احتجتوش، النهارده في مركز الديفندر عندك علي غزال وعندك طارق حامد، تمام، وعندك دونجا، الثلاثه بيلعبوا نفس اللعيب، تمام، نفس المركز، نفس المركز، تمام. اللعيب بقى اللي هو نص ملعب الثاني اللي هو بوكس تو بوكس اللي هو النني، اللي هو حلقه الوسط ما بين المدافعين والمهاجمين اللي بيروح يجي، مفيش غير النني بس، مفيش غير واحد بس النني. طب ازاي انا المكان ده فيه لاعبين، اللعيب رقم 6 اللي هو واقف واللعيب البوكس تو بوكس اللي بيروح يجي، ينفع اللعيب رقم 6 اللي هو الواقف ده اجيب ثلاث لعيبه شبه بعض واللعيب المركز الاهم اللي بيروح ويجي ما يبقاش عندي ولا لعيب؟ ما انت مالكش حل غير النني، مالكش حل. انت بقى ممكن تستعين بعبد الله سعيد لو غيرت الطريقه، ممكن تستعين بورده، لكن ده مش مكانهم. فبالتالي ده خطا فني فادح انك تجيب ثلاث لعيبه في بنفس المواصفات يعني في مركز واحد ومش هتحتاجهم، يعني غزال، علي غزال انت ما احتجتوش خالص، تمام. بلد ال 100 مليون ما عندهاش مهاجم، وده يرجع بقى لايه؟ ده يرجع لايه؟ النهارده مين فرود النادي الاهلي الاساسي واللي بيلعب بقاله فترات طويله جدا ورقم واحد يعني؟ وليد ازارو. مين فرود نادي الزمالك اللي بيلعب بشكل اساسي ورقم واحد؟ خالد ابو طيب. جنسيه ده ايه؟ جنسيه ده ايه؟ غير مصريين. غير مصريين، فبالتالي انت زودت عدد الافارقه، ده خطا من اتحاد الكوره، زودت عدد الافارقه. بقى التخطيط للكوره نفسها، انت فتحت الاجانب فاصبت. فاكر لما خدنا قرار ان احنا ما يبقاش في حراس مرمى اجانب في الدوري؟ ده كان قرار محترم. عدد الاجانب يقل في الدوري علشان خاطر احنا يهمنا مصلحه المنتخب، مش ما ينفعش باربعه ثلاثه افارقه بعد كده بقوا اربعه، بعد كده واحد تونسي احسبه مصري والجزائر احسبه مصري واليونان احسبه مصري. في راي فني يرد على ده، بمعنى ايه؟ انت ممكن تخلي الدوري كله محترفين يبقى 11 لاعب اجنبي، بس في نفس الوقت وانت في قطاعات الناشئين وانت في منتخب الشباب والناشئين طلع بره، هيجي لك 2 و3 و4 فراوده. الموضوع ما بيحصلش في مصر. انا بكلمك على الواقع اللي احنا عايشين فيه. هو النهارده انت عندك يعني مع احترامي طبعا لكل اللعيبه، وانا بس بقول رايي بناء على الاحداث الفتره اللي فاتت، لعيبه كلها محترمه ولعيبه كلها جيده جدا ولعيبه لهم اسمائهم وشغالين شغل كويس، ولكن في النهايه النتيجه انت دلوقتي بتفكر حسب ظروفك. يعني انت ظروفك بتقولي دلوقتي ان انا ما عنديش مهاجم، يعني مثلا تعالى في 2006 حسام حسن، عماد متعب، ميدو، عمرو زكي، محمد زيدان، عبد الحليم علي، كل دول مهاجمين مش عارف تلعب مين ولا مين. النهارده البطوله دي، البطوله اللي فاتت انت كاس العالم انت رايح بمروان محسن بس، عشان ما عندكش منتخبات ناشئين وشباب طلعت فوق. والله هو المفروض ان في ست سنين، المفروض ان في، يعني هو المفروض ان الحاجات دي كانت موجوده، المفروض ان في موهبه انا سمعت عنها مش عارف ليه هي ما لهاش دور، لكن الموضوع ده برضو مهم. الموضوع المهم انك تزود عدد الاجانب في مصر، انت بتقتل، لان احنا ما عندناش الاحتراف، هو ابتدى يبقى موجود دلوقتي احسن من الاول، لكن مش احنا مثلا مش الدوري الانجليزي يعني حضرتك فاهم قصدي. فبالتالي انا كنت شايف ان الموضوع ده لازم يقل شويه، موضوع الافارقه ده انا لعيب كوره حاسس بيه، لازم يبقى مقنن شويه عن كده، لان هو لو احنا حبينا نعتمد على الدوري المحلي خلاص نقفلها على الدوري المحلي وما نجيبش محترفين. ما احنا خدنا البطولات الافريقيه كلها مع كابتن حسن شحاته المحليين، كنا منتخب المحليين. ما هي السياسات في النهايه اللي بيحطها الاتحاد المصري لكره القدم، تمام؟ لو هو شايف ان الدوري المحلي هو اللي هيكسب البطولات الافريقيه ويوديه كاس عالم، خلاص ايه في قصه المحترفين الاجانب. لكن في نفس الوقت الانديه بتلعب في بطولات افريقيه ليها مصلحه، فعايزه تلعب بالشكل ده. هو حد الشكه؟ هو معلش، هو النادي الاهلي مثلا طول عمره النادي الاهلي كل يومين بيلعب مباراه مهمه، النادي الاهلي عمره الشكه؟ عايز اوزن المساله، لان في نفس الوقت المنتخب هو النهارده مين اللي زود عدد الاجانب في مصر؟ الاتحاد. بناء على رغبه مين؟ ممكن بعض الانديه، نادي هو نادي
هم دول اللي كانوا عايزين يزودوا عدد الاجانب عشان عندهم اجانب كتير. النادي الاهلي كان بيشارك اكتر من الناديين دول وما طلبش ان هو يزود عدد الاجانب ولا طلب زياده ولا نقصان ولا طلب اي حاجه. النادي الاهلي طول عمره ملتزم بشكل المسابقه وشكل البطوله وماشي كده. نادي او ناديين صوتهم عالي, وده بقى اللي كنت بكلم حضرتك فيه, ان اتحاد الكوره يعني بخصوص سؤال حضرتك في ان ازاي ندير اتحاد الكوره, لازم يبقى شخصيات قادره ان هي تضع قانون وقادره ان هي تطبق هذا القانون على الجميع دون استثناء. هو ده المهم بالظبط. فبالتالي طول ما انت النهارده في حد صوته عالي عليك وانت بلد عن بقالك 100 سنه عندك كوره, النادي الاهلي يحتفل بالمئويه والنادي الزمالك يحتفل بالمئويه والانديه كلها يحتفل بالمئويه, ولحد النهارده انت ما عندكش قانون في اتحاد الكوره الناس كلها تمشي عليه كل شويه يتغير وكل مجلس يجي يغير مجلس ثاني, دي مشكله كبيره جدا. طيب ايه المتوقع الفتره الجايه؟ يعني هل شايف المساله هتتوقف على ان مدير تنفيذي يدعو لجمعيه عموميه وممكن يدعوها خلال شهر مش شرط 3 شهور لان السنه الماليه المفروض خلاص انتهت, فانت ممكن تدعو الجمعيه العموميه خلال شهر لانتخاب مجلس جديد, تفتح الترشيح خلال اسبوع تدعو المجلس تدعو للجمعيه العموميه لانتخاب مجلس جديد خلال شهر وهيقعد لمده سنه قبل دوره بكين صيف 2020. لكن هو ده الحل ولا في حلول ثانيه ممكن تتخذ بشكل اخر لترتيب البيت من الداخل؟ لا هو ده الحل, هو ده الحل المتاح دلوقتي, يعني هو ده الحل المتاح دلوقتي. ولكن الناس دي طبعا اللي جايه تشتغل, انا بتمنى من الجمعيه العموميه ان هم يختاروا بشكل منطقي بشكل عقلاني, نغير بقى الاستراتيجيه شويه, نجيب ناس تشتغل فعلا مع بعض, نجيب ناس طموحه. النهارده لما الناس اختارت محمد فضل كمنظم لبطوله افريقيا الناس كلها قالت ده ما عندوش خبرات, ده جديد, ده 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 مش لما اشتغل الراجل عشان السوشيال ميديا دلوقتي والدراسات والاطلاعات اللي الناس بتاخدها دلوقتي بتحصل عليها بتقرب, يعني بتقربك من اوروبا, بتقربك من دول العالم الاول, فبالتالي بقى سهل تنقل اللي موجود بره هنا, وده ما يعملوش غير واحد شاب. فانا شايف ان الفتره الجايه لازم الشباب وجوه جديده, لازم ملهاش حل لازم تديهم فرصه, يعني وجوه جديده. يعني انا يعني الناس في اتحاد الكوره من يوم ما انا اتولدت يعني ما هم بيروحوا يجوا, وبعدين معلش يعني انا اسف, انت النهارده شغال في اتحاد الكوره وشغال في التلفزيون وشغال في الراديو وشغال في هنا وشغال, طب انت النهارده لما تعمل مثلا برنامج تلفزيوني هتنتقد اتحاد الكوره؟ انت هتضحك عليا يعني لما تطلع تقول انا بنتقد اتحاد الكوره؟ ده منطق يعني يا جماعه؟ ده منطق؟ وانت اصلا عضو في اتحاد الكوره يعني ده منطق يا جماعه؟ وكلهم ناس افاضل وكلهم ناس محترمين وكلهم ناس قامات ما اختلفناش, ولكن خلينا بقى نحل بجد, يعني خلينا نحل بجد يعني تمثيليه, يعني ينفع انا الصبح في اتحاد الكوره وبعد الظهر في الجورنال وطبعا قبل اتحاد الكوره في الراديو وبعد شويه في طب يعني انت الحاكم والمحكوم وانت القاضي وانت المشكله انت كل حاجه, طب ازاي يعني؟ يعني مثلا لو حضرتك مثلا مسؤول في اتحاد الكوره وعندك برنامج, المفروض البرنامج ده حضرتك وظيفه البرنامج ايه؟ انت بتوصل اراء الجمهور للمسؤولين وحضرتك حلقه الوصل ما بين الجمهور والمسؤولين. طيب الشق الثاني ان حضرتك بتحاسب المسؤولين تمام او تنتقد او بتقول رايك تمام, طب هتحاسب نفسك ازاي؟ اجلب نفسي على الهواء وحاسب نفسي ازاي؟ طيب يعني اقنعني احاسب نفسي ازاي؟ فيعني يعني يا جماعه الحاجات دي احنا لما انحرفنا عن المعيار السلوكي الجيد اللي هو احنا اتعلمنا طول عمرنا ان 1+1=2 احنا اتعلمنا كده, لكن دلوقتي بقى الكل بثلاث مكاييل فما بقتش عارف اي حد اي حاجه ممكن تحصل. طيب الحل للفتره الجايه في فكره مدرب وطني ولا اجنبي ولا الموضوع اكبر من كده؟ لا موضوع زي ما اتفقنا في الاول منظومه في الاساس تمام, لكن لو هنتكلم في فنيات فانت لازم يبقى عندك مدرب وطني قوي جدا قوي جدا. الجزائر حاجه تفرح طبعا, يعني احنا كان عندنا مشكله المنتخب, احنا نجحنا لما صوت تنظيم والاداره. طيب الناحيه بقى الفنيه بتاعه المنتخب احنا عندنا مشاكل اداريه وعندنا مشاكل فنيه كبيره. يعني مثلا محمد صلاح واحد من نجوم العالم اللي وضع نفسه بنفسه, وانا طول الوقت بقول ان محمد صلاح ما حدش ساعده في مصر, بالعكس ده هو ربنا سبحانه وتعالى اختاره ومجهوده, لكن ولا منتخب طلعه ولا نادي مثلا كبير طلعه, ده الراجل طلع سب من بازل وتدرج لحد ما وصل للمكانه اللي هو فيها بالظبط. فهو ما حدش ليه فضل عليه, هو ربنا سبحانه وتعالى ليه فضل على محمد صلاح وبعدين محمد صلاح تمام. ولكن محمد صلاح مش احسن موهبه إفريقية ولا عربية ولا حتى مصرية, ولكن ربنا سبحانه وتعالى اختار محمد صلاح أنه يميزه. فعشان كده كنت دايما بقول لصلاح احفظ الله يحفظك, لأن ربنا سبحانه وتعالى اختارك حطك في مكانة كبيرة جدا. ساديو ماني كان بيكسر الدنيا وكرة تنزل قدام صلاح يجيب جول بمنتهى السهولة, ليس تقليلا من صلاح, ولكن محمد صلاح أنا كنت أكتر واحد بقف جنبه, كنت أكتر واحد فخور باللي هو بيعمله. لكن النهارده شوف كريستيانو رونالدو وميسي, بالذات كريستيانو رونالدو انتمائه لبلده وغيرته لما كنا بنلعبه مباراه وديه وكسبانين, مصر كسبانه البرتغال ومباراه وديه يعني ملهاش لازمه عشان اسمه
جاب جولين في الدقيقه 90 وجون الدقيقه 92 وكان بياخد الكوره ويجري من غيرته على بلده. تمام، ليه؟ لانه عارف لما بيحصل خساره او بيحصل مشاكل الاسهم الانتقادات كلها بتوجه ليه هو. بالظبط، محمد صلاح ان هو كنجم الانتقاد هيتوجه ليه هو. محمد صلاح مش ما بيدافعش عن المنتخب الوطني ومش وحش مع المنتخب الوطني، ولكن في حاجات بقى اللي هي بره الملعب. تاخر انضمامه مثلا بالاتفاق مع الجهاز الفني دي، يعني ساديو ماني هو نفس ظروف صلاح وكان موجود من بدري. تمام، محمد صلاح اتاخر في ان هو يجي. تمام، من ضمن الحاجات الاداريه مشكله ورده، مش عايز اخوض فيها يعني، لكن هي حاجه اداريه من غير المدير الفني ما يبقى ليه راي فني. اخذوا قرار اداري ان هو ما يبقاش موجود، واخذوا قرار اداري ثاني ان هو يبقى موجود. الحاجه الثالثه المفاجاه بالنسبه لي انه صلاح ما كانش موجود في المنتخب وما زالش يتعمل، يقول لك عنده برد، هو في الغردقه مع راموس. يعني بس انت المعلومه دي مش مؤكده يا كابتن. سمعت مصر. انا ما بقول لحضرتك طبعا، انا قبل يعني قلت لحضرتك سمعت ان سمعت الموضوع ده، انا بقول لحضرتك ان انا سمعت الكلام دوت، يعني انا سمعت الكلام دوت. تمام، فهو هو دي الحاجات الاداريه اللي الحاجات تزعل. يعني الحاجات الفنيه بقى زي ما شرحت لحضرتك، انت اخترت اختيارات غلط. تمام، بس وانس ان سيادتك اخترت وانت اللي هتتحاسب، اول ما البطوله بدات احنا عملنا ايه كلنا؟ نسينا بقى كهربا، ونسينا رمضان صبحي، ونسينا هاني، ونسينا كل الناس دي، ونسينا اللائحه والقيد والموسم، ومشينا وراك خلاص ركزنا وراك. تمام، فبالتالي ليه بقى؟ عشان انت اللي هتحاسب، فبالتالي محدش بيكره نفسه، هيعمل احسن حاجه بالنسبه لنفسه. انت عملت احسن حاجه بالنسبه لنفسك النهارده، يوم وقت الحساب بس. فبالتالي احنا بنحاسبك الحساب ده اللي هو اللي يليق بيك، لان انت خدت كل الصلاحيات. منتخب، انا اسف يعني مش انا اللي قلت، لكن منتخب مصر صنف كمنتخب فردي تاني، هو ده ينفع؟ طيب كلمة أخيرة، منتخب خرج من البطولة لكن مصر مكملة البطولة. طبعا لسه الأدوار مستمرة، النهاردة دور ال 16 مباراة الجزائر متقدمة، الجزائر متقدمة على غينيا 3-0، بكرة لسه في مباراتين، تونس هتلاعب غانا، مالي هتلاعب كوت ديفوار، لسه الدور الثمانية نصف النهائي النهائي، وعايزين نعمل كرنفال للبطولة في النهاية. المنتخب خرج لكن مصر مكملة. إيه الرسالة اللي ممكن توجهها كابتن إسلام لجموع الشعب المصري أو للمنظومة بشكل عام؟ لأن يهمنا في النهاية لو خسرت درجة معينة ما تخسرش كل حاجة. بالظبط، هو دايما أنا دايما بقول وقت الخسارة حاول على قد ما تقدر تبقى الخسائر قليلة. إحنا زعلانين جدا من المنتخب المصري، زعلانين جدا من الناحيه الاداريه كمان، لان احنا ما كناش بسهوله بنلاقي التيكت علشان نروح المباريات، فهتلاقي الشعب زعلان. يعني كان صعب جدا انك تروح بطوله ماتش المصري، فبالتالي الناس هينتقموا منهم مش هيروحوا البطولات. لكن انا اتمنى، عايزك تقول رساله ايجابيه للمنتخب. انا اتمنى من الجمهور المصري الواعي المحترم، الناس الاصيله، ان احنا دلوقتي اسم مصر قدام العالم، سمعه مصر قدام العالم، عايزين نشرف مصر زي ما بدانا ننهيها. ودايما الرجل المصري بيظهر وقت صعب، وده وقت صعب، ده الاهم بقى الفتره، وده وقت صعب جدا. زي ما بدانا نكمل ان شاء الله، والخاتمه هي مهمه جدا، ان احنا نختم بشكل كويس جدا، والمباراه النهائيه ايا كان من الطرفين لازم في حضور جماهيري مكثف، ونحافظ على السلوك بتاعنا، وان شاء الله البطوله تنجح، لان مصر تستاهل مننا كده. كابتن اسلام معادن، انا بشكرك شكرا جزيلا، وكل التوفيق ليك يا رب في مشوارك مع كره القدم خلال الفتره القادمه. ربنا يبارك في حضرتك. شكرا جزيلا. فقره كانت فنيه، والقينا الضوء فيها على المشاكل الاداريه اللي بتتعرض ليها المنظومه القرويه في مصر خلال مش السنة اللي فاتت ولا آخر 5 سنين ولا آخر 10 سنين. هذه المشاكل بنتعرض لها منذ سنوات، وبتتقرر مع كل إخفاق ومع كل فترة، وبنرجع لنقطة الصفر من تاني. بس مشكلتنا لما بنرجع لنقطة الصفر ما بننطلقش صح. مشكلتنا الفترة الجاية مش في اختيار مدير فني أجنبي ولا مدير فني وطني ولا لعيبة ولا جهاز فني ولا اتحاد كورة، مين هيجي ومين هيمشي، ولا مدير تنفيذي في اتحاد الكورة يقدر يستمر ويدير ولا مش هيقدر يستمر ويدير. الفكرة في الأسماء اللي ممكن تدير الكرة المصرية خلال الفترة القادمة بشكل صحيح. دي المشكلة اللي احنا بنواجهها خلال الفترة الماضية، محتاجين شخصيات رياضية قادرة على إدارة كرة القدم في مصر خلال الفترة القادمة. عندنا مشاكل لائحية ورياضية وإدارية كبيرة جدا على مستوى كرة القدم خلال الفترة القادمة، لا تتخيلوا كم المشاكل اللي ممكن تواجه الأندية المصرية والنادي الأهلي على المستوى الشخصي، على المستوى المحلي، وعلى المستوى الإفريقي. فبالتالي خلال الستين يوم القادمين أو خلال الثلاثين يوم نهاية هذا الشهر، محتاجين خارطة الطريق للمرحلة القادمة لحل كل هذه السلبيات وحل كل هذه المشاكل. عموما ننتظر فيما سيحدث خلال الفترة القادمة، وكل التوفيق يا رب بإذن الله للكرة المصرية وللنادي الأهلي اللي بيستعد في معسكر إعداد في أسبانيا للموسم القادم، ويقدر يحضر للموسم القادم اللي لغاية اللحظة دي مش باين له أي ملامح، لا في قيد ولا عدد لاعبين ولا قائمة ولا موعد انطلاق موسم ولا أي شيء. شكرا لحسن المتابعة والمشاهدة، ونلتقي على خير بإذن الله خلال حلقات قادمة من برنامج الأهلي الليلة، وإلى اللقاء. We'll be right back.